تمام، ان شاء الله النهارده هنشرح اول سيكشن في بريست ريس كونكريت. البريست ريس هياخد مننا حوالي 3 سكاشن، زي ما هتشوف المحتوى بتاع البريست ريس بيبقى مطلوب فيه ايه. فتعالى كده في البدايه، لو احنا عندنا كاميرا خرسانه عاديه خالص، يعني كاميرا اللي انت خدتها في سنه تانية، والكاميرا دي كانت عباره عن كاميرا سيمبل عاديه، وساعتها خدت الاستاتيكال سيستم بتاعها، والاستاتيكال سيستم بتاعها كان سيمبل، والبحر طوله ال، وكان عليها شويه احمال نتيجة وزنها، وزن الحيطة اللي فوقيها، وزن جاي من السقف، والحمل ده كان اسمه دبليو وهو حمل موزع. لو سعادتك خدت الكلام ده ورسمت له المومنت، هتلاقي عشان الكاميرا السيمبل، عشان هي الكاميرا سيمبل، فالمومنت بتاعك بيبقى دبليو ال سكوير على 8، اللي هي البارابولا الجميلة بتاعتك دي. الحمل مضروب في الاسبان تربيع على 8. طيب انا عايز بقى يا باشمهندس اخد سيكشن هنا في النص، واخد سيكشن في الكاميرا دي في النص. لو سعادتك خدت السيكشن في الكاميرا في النص، فيبان لك الكاميرا بقطاعها، فيبان لك السكشن بالمنظر ده. ونتيجه ان سعادتك عندك مومنت بيشد تحت ويضغط لفوق، فالمومنت بتاعك هيبقى عامل كده، بيشد لتحت، بيشد من تحت ويضغط لفوق. كنا بنقول لك ان دايما الخرسانه ما بتشيلش شد، فكنا بنحط مكان الخرسانه حديد، والحته اللي بتضغط فوق دي كانت الخرسانه بتشيلها عادي. فكنا عشان نعمل الكلام ده بنعمل ايه؟ نقول لك مبدئيا كده في نيوترال اكس بيقسم المنطقة اللي بتشد، أو المنطقة اللي العزم فيها بيشد، والمنطقة اللي العزم فيها بيضغط. ونقول لك إن اللي فوق الحتة اللي بتضغط دي اللي بيقاومها الخرسانة، والحتة اللي تحت اللي بيحصل لها تنشن اللي بيقاومها حديد. فيبقى الخرسانة هي اللي بتقاوم الكمبريشن، واللي بيقاوم التنشن مين؟ الحديد. طبعا يا باشمهندس لو عايزين نرسم ستريس ديستريبيوشن للشكل ده، لو أنت عندك مومنت وعايز ترسم الاستريس، فالاستريس دايما بيساوي على اي في واي، اما على اي في واي. فلو عايزين نرسم الاستريس يا باشمهندس، مبدئيا انت كده خرسانه شد، بلاش تمسك من الكلام ده، تعال نرسم بس الاستريس. فيبقى الاستريس فوق بيضغط، قيمته مومنت على اي في واي، المومنت اللي انت جايبه من بره ده، اللي هو المومنت بتاع الباكيه العاديه خالص بتاع الحمل الخارجي، مقسومه على الاي اللي هي الانرشيا بتاعت القطاع، مضروبه في الواي. الواي دي يا باشمهندس بتبقى دايما المسافه من نيوترال اكس لحد الحته اللي انت بتحسب عندها الاستريس. فانا هحسب الاستريس فوق، فاسمي الواي دي واي توب، فيبقى هنا في القانون واي توب. امال الاستريس ده يا باشمهندس اشارته ضغط ولا شد؟ قال لك نتيجه ان المومنت بتاعك بيضغط فوق، فيبقى الاستريس بتاع سعادتك ده بيضغط فوق، يبقى ده ضغط. طب تحت يا باشمهندس، الناس قافله المايكات خالص، تحت عندك شد بقى، المومنت بيشد، فيبقى عندك هنا تحت في ستريس شد، وسبحان الله نفس القيمه، اما على اي في واي برضه، لان الاستريس ناتج من عزم، سواء العزم بيشد او بيضغط فهو ثابت، اما على اي في واي. طب المومنت عندك والاي الانرشيا بتاعت القطاع اللي هو العرض في الطول تكعيب على ال 12. طب والواي، الواي بتاعتك قلت لك دايما هي المسافه من نيوترال اكس لحد النقطه اللي انت بتحسب عندها الاستريس، فبنسمي الواي اللي تحت دي واي بوتوم، فيبقى اما على اي في واي. طب اشارته موجبه ولا سالبه للاستريس ده؟ قال لك اشارته موجب، لان العزم بيشد، فيبقى الاستريس يا باشمهندس تحت موجب وفوق سالب. الكلام ده برسمه ليه؟ عشان اقول لسعادتك بقى ان الاستريس الموجب ده عشان اشيله مش هشيله بخرسانه، الخرسانه في الحته دي لحد نيوترال اكس اللي هي لحد هنا من تحت من الحته اللي بتتشد لحد فوق ملهاش اي لازمه. ليه؟ لان الخرسانه هنا بتتشد، والخرسانه عمرها ما بتشيل شد، امال مين اللي يشيل الشد ده؟ فكنا بنروح نحط في الكاميرا من تحت حديد، كلام منطقي. طب يا باشمهندس الحديد ده هيعمل ايه؟ هيشيل لك الاستريس الشد. طب يا باشمهندس خد بالك بقى معايا، لو البحر بتاعك اللي هو ال ده كبر شويه، يعني الكلام ده مقبول لحد البحر ده في حدود من 7 من 6 ل 7 متر، فخلاص يبقى انا هروح بقى اجيب المومنت بيشد ويضغط، واصمم المومنت بالسي 1 جي، اجيب الحديد، فيطلع الحديد ده معايا معقول مثلا 4.16 5.16 تحت في الكاميرا. طيب لو الاسبان ده كبر بقى شويه، يعني الاسبان ده بقى 20 متر مثلا، هل يا باشمهندس متوقع ان الاستريس الموجب ده هيفضل نفس القيمه بتاعت المره اللي فاتت لو الاسبان صغير؟ اكيد لا، الاستريس الموجب هيزيد، وبالتالي سعادتك المومنت بتاعك يزيد، وبالتالي سعادتك تحتاج حديد اكبر، وكمان نتيجه ان البحر 20 متر هيحصل ديفليكشن كبير في الكاميرا.
فالديفليكشن الكبير ده هيحتاج كونكريت دايمنشن اكبر. فنقول لك لو اسبان الكاميرا زاد هتلاقي ان انت عندك حاجتين بيحصلوا، بتحتاج قطاع خرساني كبير يقاوم ديفليكشن، وبتحتاج تسليح كتير يقاوم المومنت الكبير اللي كبر ده. فيبقى انت عندك لو الاسبان زاد قوي هتلاقي ان الكونكريت دايمنشن بتكبر والتسليح كمان بيزيد نتيجه ان المومنت كبير. طب الحل ايه؟ يبقى يا باشمهندس ده كده هيعمل لي عنصر خرساني غير اقتصادي. طب الحل ايه يا باشمهندس؟ تعالى اقلب السلايد اللي جايه نفكر كده الحل مع بعض ايه. هو العيب هنا في ايه؟ ان المومنت اما زاد زود الاستريس الموجب، وبالتالي زود الحديد وزود الخرسان ككونكريت دايمنشن. طب ايه رايك يا باشمهندس في اللي يخلي لك الاستريس ده كله سالب؟ هل ساعتها هتبقى محتاج حديد اصلا؟ الاجابه لا. ليه؟ لان اللي بيقاوم الاستريس السالب دايما خرسانه مش حديد، لان الخرسانه بتعرف تشيل ضغط. طب انا مهمتي بقى دلوقتي اخلي الاستريس بتاعك اللي كان نصه سالب نصه موجب ده احوله لكل الاستريس بتاعه يبقى سالب. فتعمل ايه؟ قال لك هو ايه اللي يعمل استريس سالب؟ حاجه بتضغط. فنقول لك طب تعالى ناثر على الكاميرا بقوه ضغط كده على الكروس سيكشن. ركز معايا بس هنشرح الكلام ده قدام تاني. فانا بكل بساطه نفسي اثر بقوه ضغط. اما تاثر بقوه ضغط يبقى القطاع بتاعك بقى عليه استريس كمان ضغط اللي هي سالب، يبقى الاستريس السالب يزيد. فيبقى عندك احتمالات ان الاستريس الموجب ده يتحول سالب لانك اثرت بضغط. طب ازاي بقى اثر بضغط كده؟ قال لك دي فكره البري ستريس. فكره البري ستريس انت عندك حديد والحديد ده كان موجود عادي خالص في الكاميرا. سعادتك بكل بساطه الحديد ده هتتعامل معاه كانه استك، هتشد الحديد قبل او بعد صب الخرسانه مش فارق، هو طريقتين. فهشد الحديد قبل او بعد صب الخرسانه، وبعد كده فجاه هسيب الحديد هقطعه، توقع بقى ان هو استك. سعادتك شديت الحديد وفجاه قطعته، ايه اللي يحصل؟ الاستك بيرد تاني مكان، نفس الكلام الحديد يرد تاني مكان. فالحديد كان مشدود الاول وبعد كده سعادتك قطعت الحديد فجاه، فرجع الحديد رد مكانه، قام جاي مأثر على الخرسانه بقوه ايه؟ بقوه ضغط. وده اللي انا عايزه، انا نفسي اثر على الخرسانه بقوه خارجيه ضغط. اثر بقوه ضغط ليه؟ عشان الاستريس الموجب ده الاشيه خالص، اخليه يتحول سالب او اقلله شويه او اخليه بصفر. هتعرف الكلام ده كمان شويه. حد مش فاهم هنعمل ايه؟ حد مش فاهم يا شباب؟ لا يا هندسه تمام قوي كده. فتعال نشرح الكلام ده ثاني بقى بانيميشن. فنقول لك ان الفكره ان احنا عايزين نولد قوه ضغط اسمها بي، اولدها زي ما لكش دعوه دلوقتي، هعرفك كمان شويه. فتعال يا باشمهندس الكاميرا ثاني هي وما فيهاش اي قوه ضغط، ده نفس الكلام اللي قلناه من شويه. تعال بقى ناثر بقوه ضغط اسمها بي، والقوه الضغط دي كمان انا هطلع ذكي وهاثر بيها باكسنتريستي عن المحور اللي هو النيوترال اكس بتاعك او السنتر بتاعك. ليه اثرت باكسنتريستي؟ عشان القوه بي اما تاثر بضغط هيبقى شكلها هنا عامل كده في القطاع، ما هي بتاثر بضغط، توقع انك خدت سكشن في القطاع بقى، فيبقى عندك قوه بتضغط على القطاع، فهتبان هنا نقطه كده. نتيجه ان القوه دي مترحله عن النيوترال اكس فهتعمل لك مومنت قيمته البي في الاي. توقع ان انت عايز تنقل القوه ده ايه؟ من هنا للسنتر لاين هنا. اي قوه بتتنقل بقوه وبتتنقل كمان بعزم. طب العزم ده بيضغط فين ويشد فين؟ زي ما القوه كانت بتضغط، القوه بتضغط تحت يبقى راس سهم العزم تحت والديل فوق، يعني السهم بيضغط تحت ويشد فوق. قيمته كام بقى ده؟ قيمته البي مضروبه في الاي، يبقى ده البي مضروبه في الاي، وده بنسميه مومنت ناتج من القوه الضغط اللي عملتها. القوه الضغط دي عاملها ازاي هتعرف كمان شويه. فيبقى القوه الضغط ده ايه؟ تعمل لك مومنت نتيجه الاكسنتريستي قيمته بي في اي. لو خدت بالك انا خليت المومنت ده يا باشمهندس عكس المومنت الخارجي، يعني المومنت الخارجي لو بيشد تحت وبيضغط فوق فانا خليت مومنت البري ستريس بيضغط تحت ويشد فوق. طب عملتها ازاي؟ انك اثرت بالقوه الضغط تحت النيوترال اكس، او اثرت بالقوه الضغط ناحيه الشد بتاع المومنت الخارجي، كان بيشد تحت فاثرت بالقوه تحت. ودايما يا باشمهندس قاعده
دايما راس السهم بتاع القوة الخارجية اللي هي البي بيبقى دايما في اتجاه او الناحية اللي فيها الضغط. كلام منطقي يعني، لو ضغطت تحت هلاقي ان راس السهم تحت، امال لو ضغطت فوق هلاقي ان راس السهم بتاع العزم الخارجي ده لفوق. هو انا يا باشمهندس ممكن في يوم من الايام احتاج ان اخلي الضغط ده فوق؟ هل ده ممكن يقابلني يعني؟ اه ممكن. امتى يا باشمهندس؟ لو المومنت الخارجي ده اتعكس بقى عامل كده اللي هو الام بتاع اللود. هو امتى الكاميرا تتاثر بمومنت خارجي سالب يعني بيأثر لفوق او ديل السهم لفوق؟ ده لو كانت الكاميرا بتاعتك كابولي. يبقى في حاله الكوابيل هتلاقي ان احنا بنأثر بالضغط مش تحت، بنأثر عليه فوق، بنأثر بيه فوق. ليه يا باشمهندس نأثر فوق؟ لان المومنت اساسا الخارجي بيشد فوق ويضغط تحت. وانا قلت لك دايما حط الضغط بتاعك ناحيه ديل سهم المومنت الخارجي، فتحط الضغط فوق بقى المره دي لو انت عندك كابولي. طب يا باشمهندس عايزين نرسم بقى الاستريس للحمل الجديد ده اللي هو البي ده وللمومنت ده. لو رسمنا الاستريس فالمومنت الخارجي او المومنت الناتج من البي ده اهو عكس المومنت الاولاني، فالاستريس بتاعه هيبقى العكس، بيشد فوق ويضغط تحت. يعني الاستريس بتاع الحمل الخارجي اللي هو البي بيشد فوق ويضغط تحت، موجب وسالب، موجب فوق وسالب تحت عكسها. طب يا باشمهندس هي مش القوه ده اهي اتنقلت بعزم واتنقلت بقوه بي؟ العزم رسمت له الاستريس اهو. طب القوه الضغط اللي اسمها بي ارسم لها الاستريس ازاي؟ دايما لو كنت بتاثر بقوه ضغط على القطاع فالاستريس بتاعك بيبقى النورمال اللي هو البي على الاريا، وبيبقى ثابت على طول على طول القطاع، يعني دايما ضغط سالب. يبقى القوه اللي اسمها بي ده اهي عملت اتنين استريس، استريس مومنت اللي هو الام بتساوي بي في اي، والمومنت ده عكس المومنت الخارجي او عكس الاستريس الخارجي، واستريس تاني ناتج من انك نقلت القوه دي لنيوترال اكس بقوه الضغط، فيبقى عامل لك مستطيل كده ضغط بالسالب. تعالى بقى يا باشمهندس عايزين نجمع الحالات دي على بعض، فقدام سعادتك اما تجمع دول ثلاث احتمالات. ركز بقى معايا. اول احتمال بالنسبه، انا هتكلم على الحته اللي فوق الاول، الحته اللي فوق او الفلانجه اللي فوق ده سالب وده موجب وده سالب. هي اصلا زمان قبل ما تحط القوه اللي هي الخارجيه دي اللي هي البي كانت اساسا الفلانجه اللي فوق مضغوطه، فدي كانت حلوه، كان اساسا الخرسانه بتشيل في الحته اللي فوق، فهتلاقي ان الفلانجه اللي فوق ما زالت ضغط، لان سالب وسالب هيبقى رقم كبير سالب ناقص موجب صغير، هتلاقي ان السالب هو اللي هيغلب، فدايما الاستريس اللي فوق هيفضل سالب. الاستريس اللي تحت بقى حالات، بمعنى هو كان موجب، كان موجب الاول قبل ما نحط الحمل الخارجي. قال لك اول حاله ان الموجب ده يتجمع على السالب ده ويتجمع على السالب ده ويطلع ان الموجب اكبر من مجموع السوالب الاثنين، فالموجب بتاعك يقل شويه، بدل ما كان موجب كبير هينطرح منه اثنين سوالب، فالمومنت او الموجب بتاعك يقل شويه، فيبقى اول احتمال ان فوق يبقى سالب وتحت يبقى موجب صغير. الاحتمال الثاني ان فوق يفضل سالب، خلاص احنا فوق احتمال هيفضل سالب. طب وتحت تيجي تجمع موجب وسالب وسالب تلاقي ان السالب بتاعك اكبر من الموجب، دي حاله ثانيه، فيبقى السالب بتاعك هو اللي يغلب، فيبقى الاستريس اللي كان موجب نتيجه الاحمال نتيجه انك حطيت قوه خارجيه كبيره شويه فاتحول لسالب، وده اللي انا كنت عايزه. فيبقى كل الاستريس اللي على القطاع بقى سالب، بس سالب كبير وسالب صغير، الموجب اتحول سالب. طب الحاله الثالثه واللي غالبا مش هتحصل معاك، ان يبقى فوق سالب وتيجي تجمع موجب وسالب وسالب هتلاقي ان القيم الثلاثه دول قد بعض بالظبط، فيديك الاستريس تحت بصفر، فيبقى كل القطاع برضو متاثر بسالب بس الاستريس تحت بصفر. نقول لك بقى لو انت قدرت تخلي القطاع عليه استريس سالب بالكامل كده او استريس سالب بالكامل كده سواء تحت بصفر او تحت في قيمه، نسمي ده الفول بريستريس او البريستريس الكامل، لان كل القطاع بقى عليه سالب، القطاع كله بقى عليه ستريس سالب. امال لو انت حطيت القوة الخارجية ولقيت ان الموجب بتاعك قل شوية وما قلبش سالب، فنسمي ده بارشال بريستريس، يعني البريستريس بتاعك عملت بريستريس فعلا بس الاستريس ما قلبش سالب، فضل شوية موجب، فيبقى بارشال بريستريس ما هوش بريستريس كامل. حد مش فاهم ده يا شباب؟
عام هندسه يا ابني. حد مش فاهم؟ تمام هندسه. طيب الحمد لله ربنا يستر. يبقى ده يا باشمهندس فكر البري ستريس. الراجل عايز يحول الاستريس اللي كان موجب سالب نفسه يبقى سالب، فعمل ايه؟ بكل بساطه جاب قوه واثر بيها في الاتجاه اللي كان العزم بيشد فيه، فعمل له اتنين ستريس، ستريس مومنت اللي هو الاستريس الناتج من مومنت الخارجي عكس الاستريس ده دايما، سالب تحت موجب فوق، وستريس ناتج من القوه دي انها اتنقلت للنيوترال اكس. وبدا يجمع الاستريسات، قال لك والله عندي ثلاث حالات، الحاله اللي فوق دايما سالب، اللي تحت يا موجب يا صفر يا سالب. لو كل الاستريس سالب يسمي ده فول بري ستريسنج، ولو كل الاستريس بتاع ولو الاستريس بتاعنا جزء سالب وجزء موجب يسميه البارشال بري ستريس. طب تعالى بقى يا باشمهندس، عمال تقول لي اثر بقوه الضغط، اثر بقوه الضغط تحت، طب هي قوه الضغط دي باثر بيها ازاي؟ قبل ما اقول لك باثر ازاي، تعالى اشرح لك الفكره بطريقه ثانيه. الفكره بطريقه ثانيه ايه غير اللي احنا شرحناه ده؟ احنا عندنا كاميرا عليها حمل، فالحمل ده بيأثر على الكاميرا من فوق لتحت، فعايز يعمل في الكاميرا ايه؟ ديفليكشن، يعني عايز الكاميرا يحصل لها ديفليكشن لتحت كده، فيبقى الكاميرا بتاعتك حصل لها ديفليكشن. طب نتيجه انك جبت الكاميرا واثرت بيها بحمل، الحمل ده تحت النيوترال اكس، يعني النيوترال اكس هنا اهو، فانا اثرت بحمل تحت النيوترال اكس، ايه اللي يحصل للكاميرا؟ توقع كده انت معاك كاميرا وبتاثر بيها بحمل ضغط من تحت كده، ايه اللي يحصل؟ هل ديفليكشن؟ هل الكاميرا هترخم لتحت؟ قال لك لا، توقع كده انت بتمسك الكاميرا وتضغط عليها هتلاقي ان الكاميرا دي بيحصل لها كامبر لفوق، يعني الكاميرا بيحصل لها الكامبر كده عكس الديفليكشن، يعني الكاميرا بتتقوس لفوق، بيحصل لها ديفليكشن بس لفوق، فبنسميه كامبر، فيبقى ده بيحصل لها كامبر. فيقول لك يا باشمهندس بقى الديفليكشن ده عكس الكامبر، والديفليكشن ناتج من الحمل الخارجي، والكامبر ناتج من الحمل اللي انت حطيته، فالديفليكشن هيلاش الكامبر، فيبقى الكاميرا تفضل زي ما هي، ما يحصلهاش لا ديفليكشن ولا كامبر، لان انت حاطط الحملين مع بعض بقى، بحط الدبليو ومعاها في نفس الوقت البي، فيبقوا الاثنين مع بعض دول يتلاشوا بعض، وطالما لاشوا بعض يا باشمهندس يبقى الكاميرا بتاعتك ما حصلهاش ديفليكشن او الديفليكشن قل قوي. يعني لو قلت الديفليكشن ده ب 5 سم ونتيجه انك حطيت الحمل ده الكامبر ده بقى ب 4 سم، فيبقى الديفليكشن التوتال سنتي واحد بس. السنتي ده اللي هو الديفليكشن السنتي، هل محتاج كونكريت دايمنشن كبيره؟ لا. هل محتاج حديد تسليح كتير؟ لا. وبالتالي انت قللت حديد التسليح وقللت الديفليكشن وقللت اسف الكونكريت دايمنشن بتوعك. فتستخدم بقى الكلام ده في بحور كبيره شويه اكبر من البحر اللي هو 5 متر والكلام ده. فدي الفكره بطريقه ثانيه، انك عملت ديفليكشن بنسميه كامبر عكس الديفليكشن الاصلي الناتج من الاحمال، وبالتالي الاثنين لاشوا بعض، وبالتالي حتى هتلاقي الديفليكشن يقل، وطالما الديفليكشن قل فاوتوماتيك اول ما الديفليكشن بيقل يبقى الكونكريت دايمنشن قلت والحديد بتاعك قل. تعالى بقى يا باشمهندس نفكر ازاي نعمل قوه الضغط دي اساسا، يعني ازاي سعادتك تولد في الكاميرا قوه ضغط اسمها بي. قال لك بنولد قوه الضغط دي باستخدام حاجه اسمها البري ستريس كيبل او البري ستريس تندون، يعني كابل البري ستريس او التندون بتاع البري ستريس. يعني ايه؟ ركز كده معايا بقى. الراجل ده كانت الكاميرا عنده عامله كده قبل ما يولد اي قوه، فقام جايب النيوترال اكس بتاع الكاميرا وقال لك انا كنت هحط حديد تحت صح عشان يشيل الشد، فحط الحديد تحت اهو، جاب بقى الحديد اللي تحت ده وقام جاي مأثر عليه بقوه شد الاول قبل ما يصب الخرسانه او بعد ما يصبها مش فارق، بيشد ازاي هنعرف كمان شويه، فيشد سيخ الحديد ده كده وسيخ الحديد ده يشده كده، فالحديد يتشد فيطول، وبعد كده سعادتك تقوم جاي قاطع الحديد فجاه، فالحديد شويه الاسد فيرد تاني يضغط على الخرسانه فيعمل قوه ضغط كده على الخرسانه. يبقى قوه الضغط اللي انا عمال اقول لك باثر بيها دي فاعملها ازاي؟ ان اشد الحديد قبل ما اصب او بعد ما اصب مش فارق، هتعرف كده شويه امتى، وبعد كده تقطع الحديد، قطعتك للحديد تخلي الحديد يرد تاني على الخرسانه بقوه ضغط، فانت كده اثرت بقوه ضغط. المشكله بقى لو قوه الضغط اللي انت محتاجها صغيره، هل انت بتصمم الكلام ده؟ اه طبعا، كل ما الحمل يزيد وكل ما الاسبان يزيد كل ما سعادتك محتاج قوه ضغط اكبر عشان تلاشي الحمل ده زي ما شرحنا من شويه.
الكلام ده بيتصمم، بس انت مش هتاخد الكلام ده في الكورس ده. الديزاين لو انت عايز تاخد ديزاين هتاخده بقى في ماجستير خراسان ان شاء الله. هتجيب لنا القوه دي بكام، وهشد الكابل اصلا بكام من الاول؟ يعني هشد الكابل بكام، بقد ايه؟ 50 مثلا كيلو نيوتن، 100 كيلو نيوتن، عشان في الاخر يعمل لي قوه هنا مثلا 80، لان في شويه فواقد في القوه. ال 80 ده هي بقى اللي كنت محتاجها عشان تلاشي المومنت اللي فوق. فالكلام ده المفروض ليه ديزاين. ما علينا، مش عايزين نعرف احنا بنصمم ازاي. انا دلوقتي عندي حمل ضغط، حمل الضغط ده بيأثر على الكاميرا. طب هيعمل ايه؟ هيلاشي المومنت ده. طب يا باشمهندس لو القوه دي كبيره شويه، قال لك ما شدش بقى الحديد، لان الحديد بتاعنا ليه ليميت للشد. يعني الحديد بتاعنا عشان يتشد ليه ليميت، ليه قوه معينه، اخره الحديد، اخر الحديد مثلا قوه معينه. طب لو سعادتك عايز قوه اكبر، لو لقيت ان انت عايز قوه اكبر تشد بيها عشان محتاج قوه ضغط اكبر، فلو انت عايز قوه شد اكبر بنغير الحديد بحاجه اسمها كابلات او تندون. الكابلات دي شبه ايه بالظبط؟ السلك بتاع النور اللي بين عمدان النور، شبهها كده بالظبط، كابل شبه السلك بتاع النور كده. سعادتك بتروح تشده بيتشد اكبر بقى، بنسميها ستراندس او كيبل. الستراندس او الكابل ده بيتشد بنقدر نشده بقوه اكبر، يعني بيشيل عن الحديد شويه في الشد. وبالتالي هتحتاجه امتى؟ تحتاجه لو اللزبان بتاعك كبير. هتلاقي اغلب الكباري الكاميرات اللي فيها بتعمل بريستريس باستخدام الكابلات دي، لان انت محتاج كابل يكون القوه فيه او بيقدر يتشد بقوه كبيره، مش حديد عادي. حد عنده مشكله ده يا شباب؟ باشمهندس سؤال تقني شويه. هو مش السيخ اخره 12 متر؟ اه. بعد كده الوصله بتاعتها تبقى ازاي؟ بص، احنا بنعمل الوصله يا اما بكابلر، يعني بيبقى في كابلر اصلا بيوصل الحديد ببعض. الكابلر ده اللي هو الوز الحديد من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وتدخل كده في حاجه على روس، حاجه شبه الكابلر كده، وصله ميكانيكيه. تمام، ده كابلر. الحاجه الثانيه انك تجيب اصلا السيك او التندون اللي انت محتاجه بنفس الطول اللي انت محتاجه. يعني انت طبيعي خالص. هيتعمل ازاي؟ يعني مثلا انا عايز 20 متر، هيتجاب ازاي؟ بتبقى طلبيه خاصه بتتجاب زي ما تتجاب. ما صراحه ما طلبتش طلبيه خاصه قبل كده اكبر من 12 متر، ما اعرفش هيتجاب ازاي. بس هو لو هتعمل، انا لو هنعمل هنعمل كابلر. تمام. حد عنده اسئله يا شباب؟ ما اكيد يعني الكلام مش سهل قوي كده، الناس كلها فاهمه يعني. لا تمام. ناس نايمه. تمام ماشي. طيب تعالى يا باشمهندس، انا قلت لك دلوقتي ان انا المفروض احط هنا كابل واشده. احط كابل تحت هنا كده واشده، وبعد ما اشده هيعمل لي قوه بريستريس، قوه ضغط تقلل لي يا باشمهندس الكونكريت دايمنشن، وتقلل الاحمال او تقلل المومنتات اللي عليا، وبالتالي هيبقى الحديد اقل. طب تعالى بقى بالراحه، احط الكابل بتاعي افقي، ولا احط الكابل مايل، ولا احط الكابل باي شكل؟ قال لك بص، قاعده بقى مهمه، افضل شكل للكابل، احنا جربنا كل الاشكال، لقينا ان احسن شكل يلاشيلك المومنت ده اللي هو المومنت الناتج من الاحمال ده، وتبقى متاكد 100% ان القطاع بتاعك عليه غالبا اغلب الاستريس سالب، افضل شكل للكابل اللي انت تحطه ان ياخد نفس شكل العزم الناتج من الاحمال الخارجيه. يعني ايه؟ يعني سعادتك في البدايه كده هتجيب لنا الكاميرا وتشوف الحمل الخارجي عليها ايه، دي عليها حمل خارجي موزع، فتقوم جاي جنبه كده راسم المومنت، فالمومنت الحمل الموزع برابله. فانت بقى بتعتبر ايه؟ بتعتبر ان الديتم اللي انت رسمت عليه هو سنتر لاين الكاميرا. ركز في الكلام ده عشان هنعمله دلوقتي في 22 مساله، فركز معايا. سعادتك هتجيب الخط ده هتعتبره ان هو الكابل بتاع، او تعتبره ان هو السنتر لاين بتاع الكاميرا. وبالنسبه يا باشمهندس البارابولا اللي هي ده المومنت، اخلي شكل الكابل هو نفس شكل العزم اهو يا ريس، بحيث ان في البدايه والنهايه كان قيمه المومنت بصفر، فيبقى الكابل هنا مترحل اكسنتريستي بصفر، يعني مفيش اكسنتريستي خالص، يبقى بادئ من السنتر لاين، والكابل من الناحيه دي من الناحيه الثانيه الناحيه الشمال بادئ من السنتر لاين، يعني هنا الاي بتساوي صفر، وهنا الاي بتساوي صفر. طب وفي النص يا باشمهندس، هرحل الكابل باكسنتريستي، المفروض ان الاكسنتريستي دي بتتصمم وليها مينيمم وماكسيمم، طبعا مش ناخد اي ديزاين،
احنا كل اللي بناخده عندنا شكل كامل مرسوم والاكسنتريست معطي، وتعالى نعمل شويه حاجات عليه بقى هنعرف الحاجات اللي بنعملها دي ايه. فالمفروض ان في الديزاين احنا بنجيب لك الاي دي بكام، وبنجيب لك كمان انت محتاج كام كابل. ما هو ما بيبقاش كابل واحد، ممكن استخدم في الكاميرا كابلين ثلاثة أربعة على حسب القوه اللي انت بتشد بيها. كل كابل ليه قدره تحمل في الشد. فانت مثلا سي ان الكابل الواحد بيشيل 50 كيلو نيوتن، وانا محتاج اشد بقوه 150 كيلو نيوتن، يعني محتاج كام كابل؟ محتاج ثلاث كابلات. فبالتالي الكابل انت اسامي المواصفه بتاعت الكابل بتعرف هو بيقدر يشيل شد قد ايه، وبالتالي تعرف انت محتاج كام كابل او محتاج مساحه حديد قد ايه. طب يا باشمهندس الاكسنتريس دي هعملها قد ايه؟ دي لها ديزاين. هيبقى احسن شكل للكابل ان ياخد شكل العزم الخارجي. فالخطوات ايه يا باشمهندس؟ ارسم العزم الخارجي. معلش هندس اتفضل. انت قلت احسن شكل للكابل على نفس شكل العزم، ليه؟ معلش عشان ما ادينيش اكسنتريستي. لا، احسن شكل للكابل نفس شكل العزم عشان يبقى غالبا كل الاسترسات سالبه اللي هي الاسترس الفاينل. ايوه تمام. فيبقى احسن. اتفضل. طب لو اللي عندنا الكابل بنفس الشكل ده، طب لو ما مثلا قبل ما نصب ازاي اخليه ياخد نفس الشكل ده؟ لو الشد ممكن استنى بقى ده هقول لك عليه. تمام. يبقى احسن شكل للكابل ان ياخد شكل العزم، ده احسن حاجه. طب ما عرفتش تعمل شكل العزم، قرب بقدر الامكان من شكل العزم. يعني احنا في حالات في الكابل واحنا بنشد ما بنعرفش نعمل البارابولا دي، صعبه شويه. طب اقرب شكل للبارابولا ايه؟ ان يبقى الكابل مثلث. ما البارابولا اقرب حاجه ليها مثلث، او اقرب ده اقرب حاجه ليها ان هي تكون مثلث للبارابولا. فانت سعادتك لو ما عرفتش تعمل بارابولا بكلمك في الشغل بره، يبقى تعمل الكابل مثلث. طب تعالى بقى تشوف يا باشمهندس الكلام ده نعمله تاني، اشرحه لك تاني كده بالراحه، ركز بقى معايا. يعني مبدئيا عشان اعمل قوه ضغط بعملها بواسطه كابلات او حديد عالي المقاومه، يعني يا اما حديد يا اما كابلات حسب القوه اللي انت هتشد بيها. والله لو القوه اللي انت هتشد بيها صغيره فاستخدم حديد عادي، ممكن اشد الحديد. لو القوه اللي انت هتشد بيها كبيره وغالبا بتبقى كبيره فلازم تروح تجيب كابلات، والكابلات دي بيبقى ليها قوه شد معينه. مهندس القاعده رقم واحد عشان ترسم شكل العزم، عشان ترسم شكل الكابل، ان انسب شكل الكابل هو نفس شكل العزم الناتج من الاحمال. يعني زي ما قلت لك اجيب العزم الاول، وبعد ما جبت العزم اعتبر ان الداتا اللي انا رسمت عليه سنتر لاين الكاميرا، واقوم جاي رازع شكل العزم هنا، يبقى هو شكل الكابل. طب القاعده رقم اثنين ركز معايا بقى، هو من سعادتك عامل الكابل ده اللي كنا حاطينه هنا ده، انت عامله اساسا عشان تلاشي المومنت الخارجي ده اللي هو ناتج من الاحمال. فقال لك يبقى القاعده رقم اثنين اكيد المومنت 100% يعني اكيد المومنت الناتج من الكابل ده اهو بياخد شكل عكس المومنت الناتج من الاحمال الخارجيه. عرفت منين؟ ركز معايا كده، بص ادي نيوترال اكس اهو. سعادتك لو وقفت هنا هل الكابل ده فيه اكسنتريستي هنا؟ لا، ده هنا الاكسنتريستي بصفر، يعني المومنت هنا بكام؟ بصفر، ده المومنت الناتج من الكابل، خد بالك. طيب المومنت في النص ده اقصى حته في النص، انا قلت لك بعملها اكسنتريستي اي، وفي كابل هنا مضغوط بي، فبي فالمومنت اللي هي بيساوي ايه؟ البي مضروبه في الاي. بيضغط فين ويشد فين؟ بيضغط تحت، قلت لك دايما الضغط ناحيه الكابل، وبيشد فوق، يعني دي السهم فوق يبقى المومنت فوق. طب المومنت في الاخر بصفر. ترسم المومنت هيبقى بارابولا برضه، لان الاكسنتريستي بتختلف كل فتره، فالمومنت بتاعك بيختلف كل فتره، فيديك مومنت عكس المومنت الخارجي. يبقى العزم الناتج من الكابل هو مقلوب شكل الكابل او مقلوب شكل العزم الخارجي، لان شكل الكابل اساسا كان واخد شكل العزم الخارجي. فيبقى شكل العزم الناتج من البري ستريس يا اما تقول ان هو مقلوب شكل الكابل يا اما مقلوب العزم الخارجي، هي هيها. طب وقيمته كام؟ قيمه اقصى عزم ناتج من البري ستريس بي في الاي. قيمه اقصى عزم ناتج من البري ستريس كام؟ البي مضروبه في الاي. يبقى القاعدتين دول مهمين يا باشمهندس. اول قاعده ان احسن شكل للكابل انه ياخد شكل العزم الخارجي الناتج من الاحمال الخارجيه. طب احسن شكل ده احسن شكل للكابل. طب شكل العزم، شكل العزم يا اما عكس الكابل يا اما عكس العزم الخارجي، هي لان اساسا الكابل واخد شكل العزم الخارجي. فيبقى شكل العزم، شكل عزم البريستريس يا عكس شكل الكابل
يا عكس العزم الخارجي، هي هي. صعب ده شباب؟ يعني يا باشمهندس مثال، لو عندك كاميرا سيمبل عليها حمل موزع، ساعدتك اول خطوة ارسم العزم الناتج من الحمل الموزع ده، فكان برابولا لتحت. بعد ما رسمت العزم فتروح ساعدتك عشان ترسم الكابل، ادي الكاميرا، قلت لك اعتبر ان الدوم اللي انت رسمت عليه هو النيوترال اكس. بعد كده ارسم شكل الكابل نفس شكل العزم اهو، بحيث ان الاكسنتريستي في الاول بصفر وفي الاخر بصفر وفي النص اكسنتريستي بإي بكامل إي. المفروض ان هي بتتصمم، ما لكش دعوه بكام، هندالك جيفن، يبقى الاي دي هتبقى جيفن عندك، ونتيجه ان ده كابل بيضغط ففي ضغط عامل كده. طب المومنتات، قال لك المومنت الناتج من البري ستريس يعكس الشكل ده، يعني بارابولا بس لفوق، يعكس الكابل اللي هو برضو بارابولا بس لفوق. حد عنده مشكله في ده يا شباب؟ تمام يا هندسه، ماشي. طيب المومنت يا باشمهندس عكس ده، او المومنت الفوق قيمته كام؟ البي مضروبه في الاي. تعالى بقى يا باشمهندس كده نعرف ازاي بنشد الكابل. يعني عمال اقول لك الكابل يتشد، وشد يا باشمهندس بقوه، وبعد ما تشد اقطع، وشد صب الخرسانه الاول او ما تصورش الاول مش فارق. تعال نشوف بقى التكنيك او الاساليب اللي احنا بنشد بيها الكابل، وايه اكتر اسلوب مستخدم بره. تعال نشوف كده. عندنا عشان نشد الكابل او البري ستريس تكنيك اتنين حاجتين، يا اما حاجه اسمها البري ستريس او البري تنشن، وحاجه اسمها البوست تنشن. يبقى انت عندك يا بري تنشن يا بوست تنشن. يعني ايه بري تنشن؟ يعني يا باشمهندس هشد الاول، من اسمه بري تنشن، يبقى تشد الاول وبعدين تصب الخرسانه. طب يعني ايه بوست تنشن؟ من اسمه كده، هصب الخرسانه الاول وبعدين ابقى اشد الكابل. فقلت لك ان صب الخرسانه او اصبه الاول او في الاخر مش فارق، لان احنا عندي اسلوبين اصلا. الاسلوب الاولاني بري تنشن، يعني اشد الكابل في الاول وبعدين ابقى اصب الخرسانه. الاسلوب الثاني بوست تنشن، ان ساعتك تصب الخرسانه في الاول وبعد كده تشد الكابل. تعال نتكلم الاول على البري تنشن، بنسميه اجهاد الشد السابق. طب اشد ازاي بقى البري تنشن ده؟ ده بيتعمل في المصنع. يعني البري تنشن ده بنعمله في المصنع او في المعمل بتاع الخرسانه، دي الحاجات دي اللي هي البري تنشن. طب بيتعمل ازاي؟ قال لك بنجيب حتتين خرسانه كده، كتلتين خرسانه، بنسميها اباطمنت. اباطمنت اللي هي كتف يعني. فعندي اتنين اباطمنت اهم خرسانه كتلتهم كبيره، واحد فيهم متحرك وواحد فيهم ثابت. يعني ده مثلا الثابت وده المتحرك، بمعنى الثابت ده بيفضل ثابت في الارض، والمتحرك ده بيبقى ليه مجرى بيمشي فيها، ساعتك تشده كده تخليه يمشي. يبقى ده متحرك وده ثابت، اباطمنت كتف خرسانه عاديه خالص، وده ثابت وده متحرك. اعمل ايه بقى عشان اعمل اجهاد شد سابق، يعني شد الاول؟ قال لك اول خطوه ساعتك تجيب الفورمه الخشبيه تحطها هنا خشب بس، وتمرر فيها الكابل ذات نفسه. يبقى رقم واحد عمل الفورمه الخشبيه ومرر الكابل اهو، عملت الفورمه وحطيت الكابل جواها. انا عايز اشد الكابل ده بقى، هل هحرك الحد الثابت؟ لا يا ريس، ده حد ثابت. امال تعمل ايه؟ احنا كنا عاملين هنا مجرى، فتثبت الكابل في المجرى دي، ثبت الكابل اسف في الاباطمنت ده، وتقوم جاي شادد الاباطمنت فيتشد كده يتحرك. يعمل بقى يعمل ايه ده؟ سواء تتوقع ان انت ماسك السيخ هنا، الكابل ماسكه من الناحيه دي وبتشده من الناحيه دي، فكده السيخ بيتشد طوله بيزيد. طب بعد ما عملت الشد ده، كان شديت الاول اهو، الخطوه الثانيه صب الخرسانه. انا شديت الاول، الخطوه الثانيه الفورمه دي كانت فاضيه، صب لنا الخرسانه جواها. بعد ما صبيت الخرسانه، قال لك الخطوه الثالثه اقطع الحديد، اقطع الكابل. طب توقع بقى انت كنت شادد الكابل وبعد كده صبيت الخرسانه وبعد كده فجاه قطعت الكابل. اول ما ساعدتك تقطع الكابل، ايه اللي هيتولد؟ هيتولد قوه ضغط على الخرسانه، ده اللي انا عايزه. يبقى البري تنشن بكل بساطه بتتعمل في المصانع، بتستخدم اتنين اباطمنت، واحد ثابت وواحد متحرك، وبعد كده بتحط الكابل تثبته في الثابت يفضل ثابت، وتثبته في المتحرك لحد ما المتحرك ده يتحرك. وبعد كده يا باشمهندس تروح تحرك الاباطمنت المتحرك ده فيعمل لك شد على حديد. يبقى شديت الاول اهو، بعد ما شديت الفورمه الخشبيه دي كانت فاضيه، كانت فاضيه مش جواها خرسانه، تقوم جاي صاب الخرسانه. وبعد ما صبيت الخرسانه خلاص وخلصت، تقطع الكابل. فاول ما قطعت الكابل
الاقي ان الكابل اللي كنت شده ضغط على الخرسانه فعمل قوه الضغط اللي هي البي اللي كنت عايزها هي. يبقى دي يا باشمهندس خطوات البري تنشن. فلو خدت بالك بقطع بعد قد ايه؟ اتفضل. بقول لك بقطع بعد قد ايه؟ يعني الخرسانه بتكون طريه ولا نشفت ولا لا؟ 7 ايام مثلا يعني بعد ما بتكون اكتسبت 75% او 80% من مقاومتها. طب يا ريس لو سمحت اتفضل. اجي بقى انا لو على الوضع ده بقى ممكن اعمل حتى شكل المثلث هنا ازاي؟ انا لسه هقول اهو. قول يا ريس. اول حاجه تمام. طيب الوضع ده في المعمل، يبقى ده في المصنع او في المعمل، هتلاقي ان الكابل هنا مستقيم. طب لو عايز تعمل مثلث، قال لك بنجيب جهاز اسمه الديفييتور. الجهاز ده اسمه ديفييتور. ايه الديفييتور ده؟ الديفييتور حتى من اسمه بيقسم يعني بيشد الكابل من نقطه معينه. فنقول لك الديفييتور ده قدامك اختيارين، يا اما تثبت الديفييتور في النص، في نص الكابل ده قبل اصلا ما تعمل ما تشد خالص، يعني وانت بتثبت الكابل كده قبل ما تشد تثبت هنا ديفييتور. الديفييتور ده بيعمل ايه؟ يمسك الكابل ده ويشده لتحت فيخلي الكابل ده مثلث. فاعمل كابل مثلث ازاي؟ ان الديفيدور ده ثبته في النص، فالديفيدور ده بيقسم الكابل بتاعي يخليه مثلث، يعني حاجه زي ما تكون بتثبت الكابل لتحت بس فعمله مثلث، او تثبت الديفيدور في التلت والتلتين، يعني تثبت واحد هنا وواحد هنا فيعمل لك شبه منحرف كده، ان تثبت الديفيدور هنا وهنا. يبقى عشان اعمل الكابل بتاعي مثلث او شبه منحرف بحط في الكابل بتاع ديفييتور. الديفييتور ده بيقسم الكابل، بيشد الكابل لتحت، حاجه بتشد الكابل لتحت، يا اما تثبته في النص يا اما تثبته في التلت والتلتين. فهتلاقي ان الطريقه بتاعت البري تنشن دي ما ينفعش تعمل اي اشكال غير الاشكال المستقيمه، لانك مش هتعرف تعمل اي كسره الا بالديفييتور. فالديفييتور بتاعك ما بيكسر لكش غير كسره واحده او كسرتين، يا سنجل هارب يا دبل هارب. فيا باشمهندس هتلاقي ان البري تنشن ما ينفعش غير خطوط مستقيمه، يا اما كابل كده مستقيم يا اما كابل مكسر كسره واحده بس هيفضل مستقيم مش بارابوله. مش هعرف اعمل بارابوله، مش هعرف اقسم الكابل 100 ديفييتور، مش هعرف اعمل ده. مش مهندس الديفييتور ده عباره عن ايه؟ ما انا بقول لك اهو زي جهاز كده بيشد الكابل لتحت، بيثبت حاجه مثبت للكابل تحت. جهاز يعني ولا وزن بس؟ لا لا مش وزن، هو جهاز حاجه بتشد. انا ممكن اجيب لك صورته المره الجايه. ماشي تمام. فيبقى الديفيدور ده بيعمل يا سنجل هارب يا دبل هارب. يبقى انا ما قداميش في الكابل البري تنشن الا انه يكون مستقيم يا سنجل هارب يا دبل هارب، ان ثبت ديفيدور واحد او اتنين ديفيدور دايما هيبقى حاجات مستقيمه. فطب مميزات الكلام ده ايه؟ مميزات جهاز الشد اللي هو البري تنشن ايه؟ مميزاته انتاج وفير، جوده عاليه، اقتصاديه. طالما انت في مصنع فالمصنع شغال 24 ساعه فبيطلع الوحدات دي على طول فيبقى انتاجه وفير. وطالما انت في مصنع فالكواليتي بتاع الجوده اللي انت ظابط بيها الاجهزه وظابط بيها الديفييتور وظابط بيها التنشن اللي بيشد هنا الجوده بتاعته عاليه. وطالما سعادتك بتطلع حاجات منتجات كتير وجودته عاليه فبيبقى اقتصادي. طب عيوب الطريقه دي ايه؟ اول عيب انا حكيت لك عنه من شويه، ان انت مش هينفع تعمل كابلات باي شكل من الاشكال الا لو كان كابل مستقيم او كابل مثلث او كابل شبه منحرف، اللي هي كابلات مستقيمه بس، ما بتعرفش تعمل كابل بارابولا خالص، لان البارابولا صعبه انك تجيب لها 100 ديفييتور. توقع ان انت عايز تعمل الشكل ده بارابولا، عايز تعمله كده فتعمل ايه؟ عند كل نقطه هتثبت ديفييتور هنا وديفييتور هنا وديفييتور هنا كل ديفييتور ليه قيمه معينه، فالكلام ده مش نافع. فهتلاقي ان انت ما ينفعش تعمل الكابلات دي غير مستقيمه بس، يعني ما ينفعش اعمل الكابلات غير مستقيمه، اللي هي شكلها عامل ازاي؟ يا مستقيمه يا سنجل هارب يا دبل هارب. طب الحاجه الثانيه ركز معايا كده بالله عليك، هو مش الكلام ده بيتعمل في مصنع؟ يعني الكاميرا دي لو زبانها مثلا 20 متر، طب لو الكاميرا دي فريم، مش كاميرا ممكن اعمل الفريم بريستريس، لو الكاميرا دي هل يا باشمهندس اروح اعمل الفريم في المصنع وبعد كده كده بقى ده بري كاست يونت اتعمل في المصنع خلاص وتروح تثبته مكانه في الموقع؟ الكلام ده مستحيل. ازاي يعني الفريم تقول الزبان بتاعه 20 متر ولا 30 متر وفريم خرسانه ضخم؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ فاكيد الفريمات والكلام دي بتتعمل في الموقع، ما ينفعش اعملها في المصنع. فقال لك يبقى عيب الطريقه دي ايه؟ انها ما تنفعش لكل المنشات الخرسانيه، دي تنفع للعناصر الصغيره بس. عايز تعمل كاميرا 10 متر، حتى كاميرا 10 متر صعبه، يعني كاميرا 10 متر 20 متر يبقى ممكن تعملها في المصنع وتنقلها باي طريقه للموقع فبريكاست يونت، يبقى ينفع للعناصر الصغيره بس.
ما ينفعش الاسكالات الكبيره الفريمات والكلام ده ما ينفعش تعمله بريتنشن، لانك محتاج تعمله في الموقع. فايه التكنيك اللي بنستخدمه في الموقع اللي بيعمل بيه شد سابق او بيعمل بيه اسف بري ستريس؟ البوست تنشن. فهتلاقي ان 3 ارباع الشغل بره، كل الشغل بره تقريبا بوست تنشن. سمعت انت اكيد الاسم ده قبل كده. يعني ايه بوست تنشن؟ يعني اجهاد الشد اللاحق، يعني سعادتك صب الخرسانه الاول وبعدين شد، فبنسميه بوست تنشن. وده بيتعمل في الموقع. يبقى ده بتاعنا بقى، ده بتاع الشغل بره. انما ده بتاع المصانع، لو انت عايز عنصر صغير، لو انت بتعمل ماجستير مثلا وعايز حاجه بري ستريس فممكن تروح تشدها في المصنع او في المعمل. امال لو انت بقى عايز تعمل فريم بره او عايز تعمل كاميرا بره طولها كبير كوبري ولا حاجه، اكيد مش هروح اجيب كاميرا الكوبري واصبها في المصنع واخدها هناك اخدها في عند الكوبري، لا اكيد بعمل الكلام ده في الموقع. فيبقى بوست تنشن. طب البوست تنشن ده بيتعمل ازاي بقى؟ قال لك خطوات البوست تنشن عكس الخطوات دي. رقم واحد، بروح اثبت الكابل في مواسير الاول. يبقى رقم واحد بجيب يا باشمهندس الشده الخشبيه، اعمل ماسوره كده. الماسوره دي عارف شبه ماسوره الكهرباء اللي هي الماسوره البيضة بتاعه الكهرباء بس اتقل شويه، يعني مش خفيفه قوي كده بس سهله في التشكل. يعني ممكن تشكلها بارابولا ماشي، عايز تشكلها خط مستقيم وماله، عايز تشكلها اي شكل بتاخد اي شكل. وبعد كده يا باشمهندس بنفس الحرف كده بدكك الكابل من هنا لهنا، بروح ادكك الكابل في الماسوره. يبقى تمرير الكابلات في المواسير اهو، الكابل اهو. بنسمي الماسوره دي بقى ضغط. يبقى الماسوره الصغيره دي بسميها الضغط، بتاع الضغط اللي هي الماسوره. ورحت دككت فيه الكابل، هل انا صبيت الخرسانه؟ لا. بعد كده عشان خطوه رقم 2 صب الخرسانه. يبقى اول حاجه همرر الكابل بس من غير ما اشده. ادكك الكابل في ايه؟ في ماسوره اسمها ضغط. الماسوره دي حره التشكل، تعملها خط مستقيم مش هتقول لك لا، تعملها بارابولا ماشي، مثلث مفيش مشكله، شبه منحرف عادي، اي حاجه عادي. وبعد ما مررت الكابل من غير ما اشده اصب الخرسانه الاول. بعد كده الخطوه رقم 3 هشد الكابلات. طب انا كنت شديد الكابل هنا ازاي؟ كنت مثبت الكابل في حته ثابته وبحرك من هنا. هنا بقى بعمل ايه؟ هنا بطلع الكابل من، اركز هعمله ازاي. بص كده، بطلع الكابل من هنا كده حته زياده، واروح اجيب حاجه اسمها ويدج. ويدج زي ايه؟ زي صاموله بس كبيره. الويدج ده صاموله بالظبط بس كبيره، والصاموله دي اثبتها على الكابل من هنا كده. يعني ادخلها من الكابل والصاموله دي اكبر من فتحه الضغط. فيبقى الحته دي بسميها الديد اند، حته ميته. الكابل طالع وانا مثبته بصاموله. الحته الثانيه اثبت في الكابل ده هنا حاجه بتشد، بثبت فيه شد بيستم كده. البيستم ده بيشد، بيعمل كشدات. والبيستم ده عشان يتثبت في الكابل للاسف بنحتاج برضه ويدجات وبنحتاج كده حاجات. يعني بنثبت الكابل الاول في ويدج، والويدج ده بيتثبت في البيستم بقى. المهم علينا يعني ان البيستم ده بيتثبت في الكابل ويجي من هنا الكابل ده يتشد. فيبقى الكابل هنا عملت له برضه ديد اند اللي هي الصاموله دي مش هتتحرك فمثبتها الكابل. وبعد كده من هنا لايف اند، الحته اللي انا هشد منها الكابل بقى. فيبقى يا باشمهندس لما تيجي تشد تروح تعمل هنا ديد اند وتعمل من الناحيه دي اللايف اند. طبعا اللايف اند مش كده، اللايف اند بتبقى عباره عن شد زي ده كده. فيبقى يا باشمهندس خطوات خطوات البريد بوست تنشن ايه؟ احط الاول المواسير، وبعد ما حطيت المواسير ادكك الكابل من غير ما اشد، اصب الخرسانه قبل ما اشد، وبعدين اشد اعمل هنا ديد اند وهنا لايف اند. طب ركز معايا بقى، هل كده يا باشمهندس الشد ده اتنقل للخرسانه؟ ما شديت بقى، بعد ما شديت المفروض اقطع الكابل بعدها. طب سعادتك قطعت الكابل، اول ما قطعت الكابل ايه اللي حصل؟ اترد على الخرسانه بقوه ضغط. السؤال بقى، قوه الضغط اللي اتردت دي هل الخرسانه حاسب بيها اصلا؟ يعني هل الخرسانه بتاعتك حاسب بقوه الضغط؟ الكلام ده لا. ليه يا باشمهندس؟ لان الكابل اساسا جوه ضغط، والضغط ده قطره اكبر من الكابل. يعني توقع ان الكابل بتاعنا هو ماسوره، والماسوره دي قطرها اكبر. فلما قطعت الكابل وبقى مضغوط، الضغط ده ما اتنقلش للخرسانه اللي موجوده حوالين الكابل. امال عشان اضمن 100% ان الكابل بتاعي بعد ما شديته وانضغط، بعد ما قطعته وانضغط، ان القوه اللي جواها تتنقل للخرسانه، اعمل ايه؟ قال لك بروح اسيب فراغات كده في الضغط، واصب من الفراغات دي حاجه اسمها جراوت، مونه غير قابله للانكماش. ليه يا باشمهندس؟ عشان الكابل بتاعي اما ينضغط
الاقي ان هو الماسوره بتاعتي مليانه جراوت، مليانه مونه غير قابله للانكماش، فيبقى الضغط يتنقل للمونه، ومن المونه للضغط، ومن الضغط لمين؟ للخرسانه. امال لو سعادتك ما كنتش عامل المونه، فهتلاقي ان في فراغ هواء بين الكابل وبين الضغط، فالقوه مش هتتنقل مباشره للخرسانه، هتبقى في فواقد كتير قوي في القوه. فعشان نقلل الفواقد دي بنروح نحقن الكابل بتاعنا بجراوت. ايه هو الجراوت؟ مونه غير قابله للانكماش، يعني المونه دي هتصبها مش هتنكمش، هتفضل واخده نفس الحجم بالظبط. حد عنده مشكله ده يا شباب؟ باشمهندس، وانا لما اشد الكابل مش هيرجع لشكله اصلا؟ يعني ايه مستقيم يعني؟ اه لا يا عم، الكابل ده بيبقى مرخي قوي. انا بعمل حسابنا برضو، احنا بنصمم بنخلي الكابل ده مترخي ايه اكبر، فلما تيجي تشده لما يجي تشد الكابل ياخد الايد اللي انت عايزها بقى في الديزاين، وغالبا بيثبت على الايد، حتى هو ما بيرجعش جامد، يعني مش استك زي في دماغك او كده، ده كابل حديد ماسك نفسه، يعني مش لما تيجي تشده هيبقى مستقيم، لا وعم بشده بميل اصلا كمان زي ما انت شايف كده. تمام، حد عنده اسئله يا شباب؟ طب المميزات ايه؟ قال لك المميزات عكس العيوب دي، ده ينفع لاي شكل كابل، وينفع لاي عنصر خرساني كبير زي الفيرمات وعنصر كبير، لانه في الموقع، فده التكنيك اللي احنا بنستخدمه في الموقع، يصلح لجميع اشكال الكابلات، يعني شكل مستقيم ماشي، بارابولا وماله، شبه منحرف ماشي، مثلث مفيش مشكله. امال الشكل التاني بريتنشن ما ينفعش غير للخطوط المستقيمه بس، خد بالك بقى ان البريتنشن خطوط مستقيمه بس، البوست تنشن اي شكل تاني. طب العيوب يا باشمهندس، العيوب انه صعب في التنفيذ وبتبقى تكلفته اعلى من ده شويه، لان ده مصنع، فقلت لك ان في المصنع احنا بنعمل بري كاست يونت كتير، فيبقى التكلفه بتاعتنا اقتصادي شويه، انما ده تكلفته عاليه لان بعمل حاجه واحده بس في الموقع. طيب يا باشمهندس، اهم حاجه في الحاجتين دول ايه؟ ان البري تنشن والبوست تنشن الاثنين بيعملوا شد، بس خلي بالك بقى ان بيعملوا شد وبعد كده ضغط في الخرسانه، ان الضغط اللي بيتولد ده هنا بيتنقل للخرسانه على طول عن طريق البوند. في البري تنشن الضغط اللي جوه الحديد ده اهو بيتنقل للخرسانه عن طريق البوندنج. يعني ايه بوند؟ ما هو الحديد او الكابل ماسك في الخرسانه على طول دايركت، فيبقى الحديد ده اهو طالما ماسك في الخرسانه فيبقى بيتنقل القوه اللي فيه عن طريق البوند، التماسك ما بين الكابل والخرسانه. امال هنا يا باشمهندس القوه بتنقل ازاي؟ زي ما قلت لك ان القوه بتنقل من الكابل للمونه الجراوت، ومن المونه للضغط، ومن الضغط للخرسانه، فبتتنقل للخرسانه عن طريق الاحتكاك مش عن طريق البوند، لان الكابل هنا مش لامس الخرسانه. فخد بالك ان في البري تنشن القوة بتاعت الضغط بتتنقل للخرسانة ازاي؟ عن طريق البوندنج، لأن الكابل ماسك في الخرسانة. أمال هنا يا باشمهندس في البوست تنشن؟ لا، ده القوة بتاعت سبق الإجهاد بتتنقل عن طريق الاحتكاك، عن طريق الفريكشن. حد عنده مشكلة في ده يا شباب؟ احتكاك بين إيه ويا باشمهندس؟ الاحتكاك ما بين الكابل، ما بين الضغط، وما بين الخرسانة. طب ما هو ده يعتبر بوند بينهم برضه، يعني بوند بين الضغط والخرسانة. لا لا، ما أنا بتكلم البوند إيه؟ أما يبقى الكابل ماسك في الخرسانة، أقول ده بوند. انا بتكلم دلوقتي القوه اتنقلت ازاي من الكابل للخرسانه، فلو الكابل ذات نفسه هو اللي بينقل القوه اسميه بوندنج. امال هنا الكابل مش هو اللي بينقل، ده الضغط، فيبقى الكابل نقل للخرسانه عن طريق الاحتكاك ما بين الكابل الاول والمونه، وبعد كده من المونه للضغط، ومن الضغط لمين؟ للخرسانه. فاهم؟ تمام. مش مهندس الفرق بينهم من حيث الشروخ بقى؟ شروخ ايه؟ الشروخ اللي بتحصل، كان الدكتور ذكر في المحاضرة ان الاتنين بيحصل فيهم شروخ في الجزء اللي تحت ده، يعني نوع احسن من التاني في موضوع الشروخ ده. طيب هشوف كده لو المحاضرة قال حاجة زي كده هقولها لك، لكن المرة الجاية بقى لانها ما خدناهاش دي، ما كنتش قبل كده. شايف؟ ماشي. حد عنده سؤال؟ مش مهندس، هو لو عندي عنصر يعني عليه مومنت شد ومومنت ضغط، احط كابلات تحت وكابلات فوق؟ هنعرف الكلام ده قدام. انا اقصد يعني لو انا عندي كابلات قدام هتعرف لو عندي عنصر ضغط وشد، هنعرف احنا بنحط الكابل ازاي، ولو عنصر ضغط بس، لو عنصر شد بس اعمل ايه، وهكذا. هنعرف ناخد 22 مثال دلوقتي. ماشي. حد عنده اسئله يا شباب؟ اللي فات ده يعتبر اهم جزء في السكشن،
افكرك بس بالقاعدتين المهمين اللي احنا خدناهم او الثلاث قواعد. اول قاعده ان افضل شكل للكابل هو شكل العزم الخارجي. تاني حاجه ان افضل ان شكل العزم بتاع البريستريس او بتاع الكابل ده بيبقى عكس العزم الخارجي او عكس شكل الكابل هو هو. رقم 3 ان انا عندي 2 تكنيك، يا بري تنشن يا بوست تنشن. البري تنشن بينفع للاشكال المستقيمه بس، البوست تنشن لاي شكل. تعالى بقى يا باشمهندس نشوف مطالب الامتحان ايه. يعني الراجل ده في الامتحان مساله البريستريس بتيجي عامله ازاي. اول مطلوب او اول مساله بتيجي اللي هي مساله بتاعه سيشن النهارده حاجه اسمها الكيبل بروفايل والبريستريس تكنيك. بيطلب منك انك ترسم شكل الكابل وتذكر نوع البريستريس تكنيك. بفكرك بقى يا باشمهندس ان القاعده رقم 1 كان بتقول لك ان افضل شكل للكابل ان تاخد شكل العزم الخارجي او تاخد شكل العزم الناتج بالاحمال الخارجيه. وافكرك كمان البريستريس تكنيك عندها نوعين من البريستريس، يا اما بوست تنشن يا بري تنشن. البري تنشن للكابلات الخطوط المستقيمه بس، والبوست تنشن للكابلات باي شكل. يبقى دلوقتي السكشن بتاع النهارده انا هستخدم القاعدتين دول بس. اول قاعده ان افضل شكل للكابل هو نفس شكل العزم، ده افضل حاجه. طب الحاجه الثانيه لو انا لقيت ان شكل الكابل اللي انا رسمته منحنى يعني بارابولا فينفع بوست تنشن، لو لقيته اي حاجه غير البارابولا فينفع بري تنشن وينفع بوست تنشن. دايما البوست تنشن واكل معانا شغال في كل حاجه. امال امتى اقول ان هو بري تنشن كمان غير البوست تنشن؟ لو كان عندي خط مستقيم، يعني لو كابل خط مستقيم هقول هو بري وبوست الاثنين مع بعض. لو الكابل بتاعي بارابولا بس يبقى بوست بس. صعب ده يا جماعه؟ طيب المطالب بقى في الامتحان رقم 2 بيطلب منك حاجه اسمها ستريننج اكشن اوف بريستريس، يعني ارسم مومنت بتاع البريستريس. فقلنا المومنت بتاع البريستريس هو عكس المومنت الخارجي او عكس شكل الكابل، ده موضوع السكشن الجاي. بعد ما رسمت المومنت بيطلب منك انك تحسب ايكويفالنت لود، يعني لو حطيت لو كنت الكاميرا بتاعتك اثرت عليها بحمل شكله عامل ازاي عشان يديك نفس المومنت بتاع البريستريس. ده اسمه ايكويفالنت لود، الحمل اللي انت لو حطيته على الكاميرا يديك نفس شكل العزم الناتج من البريستريس اللي هو العزم اللي فوق ده، بنسميه الايكويفالنت لود. الحاجه الرابعه الديفليكشن اند كامبر ديو تو بريستريس، هنحسب الديفليكشن والكامبر. الثلاثه دول موضوع السكشن الجاي. رقم 5 تشيك ستريس، ده موضوع اخر سكشن في البريستريس. يبقى هم خمس حاجات مطالب في الامتحان لو خدت بالك، ما فيهمش اي ديزاين، الكلام ده كله بيبقى معطى. رقم 1 الكيبل بروفايل والبريستريس تكنيك، ده بتاع النهارده. رقم 2 و3 و4 ستريننج اكشن ايكويفالنت لود ديفليكشن وكامبر، ده بتوع السكشن الجاي. اخر حاجه اللي تشيك ستريس وده اخر سكشن في البريستريس. تعالى يا باشمهندس نبدا يلا في سكشن النهارده، ان احنا ناخد 22 مساله نرسم لهم الكيبل بروفايل ونقترح البريستريس تكنيك. فتعالى كده يا باشمهندس، اول مساله انا عندي كاميرا سيمبل وعليها حمل مركز، عايز يلا ارسم او اجيب احسن شكل كابل. اعمل الخطوات بكل بساطه. رقم 1 ارسم شكل العزم الخارجي. طب الحمل المركز ده عزمه خارجي عامل ازاي؟ مثلث قيمته بكام؟ ب في ال على 4 وموجب تحت. ده كده اول حاجه رسمت شكل العزم الخارجي. القاعده رقم 2 ارسم شكل القمر. اه يا باشمهندس ارسم الشكل الاليفيجن بتاع القمر، ارسم الديتم او السنتر لاين بتاع القمر اهو. هو هو الديتم السنتر لاين ده، هو هو الديتم ده، وخد شكل العزم ده اهو الزقه جوه القمر. اه يا باشمهندس. طب الاي بكام؟ الحتت اللي العزم فيها كان بصفر، يبقى الاي فيها بصفر. طب وفي النص الاي بقيمه بكام؟ الاي دي لها ديزاين مالناش دعوه بيه. كان جبت شكل الكابل خلاص اللي هو الكيبل بروفايل، عايز البريستريس تكنيك. اسال نفسي سؤال، هو الكابل ده مستقيم ولا بارابولا؟ لا مستقيم، فينفع بري تنشن وينفع بوست تنشن، ينفع الاثنين مع بعض. هنعمل بقى الكلام ده في 22 مثال. صعب يا جماعه مع افكار مختلفه؟ صعب تماما. تبكي سبكي موجود؟ هو كان موجود. ايوه موجود بس ممكن تاني. موجود اه. طيب حلو، فين بقى؟
دي بقى الحركات اللي تزعلنا من بعض. ماشي حجاز معاك. يلا حجاز المسار رقم 2 معاه دلوقتي اهو كاميرا وفيها حملين مركزين. ماشي وعايز ارسم يلا شكل الكابل. اول خطوه اعمل ايه؟ اول حاجه نحط رسمه الكاميرا وبعدين نرسم البيندنج مومنت ديجرام. المومنت عامل ازاي دي؟ هيبقى ترابيزويد شبه منحرف. ترابيزويد شبه منحرف بيقل على 3. بعد كده احط رسمه الكاميرا. اعمل ايه بعد كده؟ نحط نرسم السنتر لاين بتاع الكاميرا الاول اهو. بعدين نحط رسمه العزم دي اصلا على الكيبل بروفايل تبقى هي الكيبل بروفايل يعني. تمام. وبعد كده نقول ان دي اي ودي اي ودي الاي ب 0 ودي الاي ب 0. المفروض تكتب هنا اي ب 0 وهنا اي ب 0. طيب ده ينفع بوست تنشن ولا بري تنشن؟ الاثنين يا هندسه ينفع الاثنين بري تنشن وبوست تنشن. ماشي محسن. ماشي. محسن محسن موجود في اللايف يا شباب؟ معاك هندسه معاك. طيب عايزين يلا نعمل شكل الكابل على المثال ده حمل موزع. اعمل ايه؟ قول يا ابني. يا باشا ايه يا باشا؟ يلا معايا حمل موزع عايز اعمل شكل الكابل. اعمل ايه؟ اول حاجه نجيب اللي هي العاديه دبليو ال سكوير على 8 العزمه. هو ده بيقول سكوير على 8. وبعدين يلا يا ابني خلاص ده بيقول سكوير على 8 رسمناها. وبعدين ما بس عشان نفاصل يعني ايه؟ لا بقول لك يعني معايا كده واحده واحده عشان انا فاصل يعني. طيب بعد كده كنا بنعمل ايه؟ بنرسم شكل الكاميرا اهو. شكل الكاميرا ايه؟ ارسم السنتر لاين بتاع الكاميرا اهو سنتر لاين الكاميرا. بعد كده الزق العزم ده اهو على سنتر لاين الكاميرا اهو. طب العزم ده بارابولا ولا خطوط مستقيمه؟ لا ده بارابولا. لا بارابولا يبقى بوست تنشن بس ما ينفعش بري تنشن. تمام كده؟ تمام. فوق زي الفل. طب المثال الرابع يلا تعالى خليك معايا زي ما انت بقى معاك. ده كان فاينل 2015 بيقول لك سجست ذا كيبل بروفايل فور كيسز. عايز الكيبل بروفايل لمره يبقى بري تنشن ومره بوست تنشن. يعني هو الراجل ده فارض عليك او غصب عليك ان الكيبل بروفايل اللي انت تعمله ينفع ينفذه مره بري تنشن والمره الثانيه اقترح له كيبل بروفايل بوست تنشن. فتعالى نعمل الخطوات كده يا محسن. انا عندي حمل موزع وحملين مركزين. طبعا. فلو عايز ارسم المومنت فالمومنت بتاعك بكل بساطه بالسوبر بوزيشن مبدئيا شبه منحرف نتيجه الحملين مركزين وعند كل سبان من دول هعلق بارابولا. حد عنده مشكله في ده؟ عندك مشكله يا محسن؟ تمام يا باشا. تمام. عايز بقى ارسم الكابل اللي يخلي المومنت ده اهو يتنفذ بري تنشن. اعمل ايه؟ البري تنشن ما بيتعملش الا خطوط مستقيم. فسعادتك بكل بساطه العزم اللي قدامك ده اللي هو العزم النهائي انا عايز امثل عنده بخطوط مستقيمه مهما تمثلها تحته ايه اللي هو شبه المنحرف ده. تمام. لو سعادتك عايز تعمل الحمل بتاعه لو عايز تعمل الكول بروفايل بالبري تنشن فسعادتك غصب عنك هتعمل الكابل بتاعنا شبه منحرف عشان يعرف يتنفذ بري تنشن. طب لو عايز تعمله بوست تنشن الطريقه الاكزاكت انك تعمل البارابولات اللي بره دي. فيبقى الطريقه الاكزاكت انك تعمل كده تيجي تنفذ ده بره هتلاقي ان هو صعب قوي. يبقى ده صعب في التنفيذ. طب والسهل ايه؟ انك تاخد الكلام ده اكنه بارابولا من الاول للاخر مره واحده. هل ده يزعلك في حاجه ولا مش لازم تاخد نفس شكل العزم يعني شكل قريب منه. فيبقى الاسهل في التنفيذ انك تعمل بارابولا واحده بس بإي واحده بس بدل ما تعمل اي واحد واي اتنين واي واحد. يبقى بارابولا واحده ده افضل. ده سهل في التنفيذ انما ده صعب شويه وده الادق بس اصعب في التنفيذ. حد عنده شكل ده؟ وانا ينفع اعمل بري تنشن وبوست تنشن مع بعض؟ هو عايز كده وعايز مره. هو بيقول لك مره الكاميرا دي عايز يعملها بري تنشن. لا انا اقصد في نفس السقف في نفس السقف او الكاميرا لا لا لا, مع لا, لا, لا 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 ما ينفعش. هو بس يا باشمهندس ازاي يعني انا بس مش رسمه المفروض كده مش مظبوط قوي. المفروض البارابولا مش هيقطع الشبه المنحرف لان هو يبقى تحتيه بشويه. لا ما في شبه المنحرف دي محسوبه بعد ما كانت متاخده معاها نسبه البارابولا. انا عارف انا قصدي الخط بتاع المومنت المفروض ما بيقربش من الشبه المنحرف المفروض يبقى تحت الشبه المنحرف برضه. صح صح والله تمام. انا بقول لك شبه المنحرف اللي هي رسمه ده شبه المنحرف. القيم ده ايه؟ هي القيم نتيجه شبه المنحرف زائد البارابولا. اه بس مش بيقل على 3 بس.
فاهم؟ يعني انا كده هرسم الشبه المنحرف ده للاثنين بعد كده اعمله بالظبط بقى على البارابولات بقى الشبه المنحرف ده مرسوم للاثنين. تمام جدا. تمام حد عنده اسئله يا شباب؟ باشمهندس طب اتفضل بريدنشن هندسه الايه؟ مش كمل هي في الرسمه يا باشمهندس بتاع البريدنشن دي مالها؟ هي دلوقتي دي يعني مناسبة لشكل كاميرا عليها حملين مركزين. حلو. بس هي دلوقتي في حمل موزع. انا بقول لك هي نفس هو بص يا ريس، المهم انت عامل كده. فالراجل ده لو كان سابني بحريتي كنت هعمل له الشكل ده يا الشكل ده اللي هو اقرب حاجة للمومنت. طب هو عايز يعمله بريتنشن غصبني. قال لا معلش انا عايزك تعمله في المصنع. فلو الكاميرا دي هتنفذ في المصنع هتلاقي ان انسب حاجة ليها انك تعمله شبه منحرف كده. مفيش حل تاني، هعمل ايه؟ دي اقرب حاجه لشكل المومنت بالبريتنشن. قلت لك بقى انت لو عايز تعمل شكل مثلا بارابولا عايز تقرب اقرب حاجه ليها يبقى مثلث، لو بارابولا مكسر كده يبقى اقرب حاجه ليه يبقى شبه منحرف. تمام تمام. هو عايز يعمله في المصنع غصب عني بقى يبقى اقرب شكل. هندسه اتفضل. هو احنا بناخدها على يعني شبه منحرف ده قيمته اقل من البارابولا، بناخدها على قيمه صغيره برضو قيمه العزم. تاني كده معلش، قيمة العزم دلوقتي يعني البارابولا اكبر من شبه المنحرف. جميل. انت قصدك هنا في نظام شبه المنحرف ده اللي هو البريتنشن؟ لا بتاخده على القيمه الاثنين مجموعهم. يعني بص كده القيمه اللي هنا ده ايه اللي هي الكسره دي اللي عند الصفر دي بيساوي بي في ال على 3 زائد يعني لو جيتها فصلتها لك تبقى عامله كده. بص المومنت هنا كده بارابولا ده ناتج من حمل الموزع، وفي مومنت تاني شبه منحرف عامل كده. تمام. ده ناتج من حمل موزع بس، وده ناتج من حملين مركزين بس. القيمه ده هي بقى ركز معايا بتساوي الحته دي كده اللي هي بي في ال على 3 زائد الحته دي من البارابولا اللي قدامها. فيبقى القيمه ده اهي بتساوي مجموع ده زائد ده، وبالتالي يبقى الاي ده اهي هتتصمم على مجموع ده زائد ده. تمام هندسه. تمام تمام يا ريس. حد عنده سؤال يا شباب؟ طيب تعال ناخد المثال رقم 5. عايز برضه سجست كيبل بروفايل والبريستريس تكنيك. المساله اللي عندنا مساله سيمبل وعليها مومنت واحد في الاول كده. طبعا سعادتك شاطر في استراكشر فبيفكرك برسمه المومنتات. بنرسم ازاي؟ دايما بنرسم المومنت مع ديل سهم العزم. يعني سعادتك لو عايز ترسم البندنج مومنت فيبقى السائل العزم المركز ده عليه عنده مومنت وهنا بصفر فيبقى مثلث عامل كده. طب عايز ارسم يلا عايز ارسم الكابل بتاع ده، كل بساطه ارسم الكاميرا وارسم السنتر لاين واجي من هنا اطلع ايه واوصل ايه هنا بالصفر، ارسم مثلث يعني جوه ده اهو. فالاي دي بقيمه وده بصفر. طب ده ينفع بوست تنشن ولا بري تنشن؟ ده خط مستقيم فينفع الاثنين، يبقى بوست وبري. سلمي. ايوه. المثال السادس يلا عايزين نرسم المومنت هنا نعمل ايه؟ هو من اليمين كده مومنت طالع لفوق وانا على الشمال كده يبقى المومنت نازل، يبقى مثلث كده بس مر بالصفر في النص. تمام. بعد كده اروح ارسم شكل الكاميرا والديتم هو السنتر لاين ونفس شكل العزم هو هيبقى شكل الكاميرا. هنا ايه وهنا ايه؟ بوست ولا بري؟ الاثنين. ينفع الاثنين. المثال السابع. شكرا يا ريس. المثال السابع طارق. اخويا يلا يا بيه عملت سهل في تويتر، تعالى بقى هنا يا حبيبي. عندي اهو يا عم اهو كاميرا وفي مومنت ومومنت، اعمل ايه؟ ارسمه ازاي العزم؟ نرسم شكل العزم. ايوه ازاي شكل العزم عامل ازاي؟ اوصفه ازاي؟ ده ما لازم ابقى في دي. اقول لي من على اليمين كذا انزل ولا اطلع، ومن على الشمال اعمل ايه؟ هو ليه اسم اصلا؟ هيتكون شكل، شكله عامل ازاي؟ من على اليمين هندل صح؟ هندل لتحت. ومن على الشمال هنزل لتحت صح؟ يبقى مستطيل. ما هو ليه يعني ليه اسم والله مستطيل اهو. لا مؤاخذة انا مش عارف اوصفه. يا ابني بتقول لي مستطيل تعرف توصف ايه؟ لا مؤاخذة يا ريس. ماشي اصحى بقى معايا كده عشان هي اسئلتك تاني. المومنت هنا مستطيل لتحت بالموجب. طب عايز ارسم شكل الكابل. يلا اهي الكاميرا ايه؟ وشكل الكابل نفس شكل العزم. يبقى الاثنين ايه من الناحيتين؟ وهنا ايه وهنا ايه؟ طب بوست تنشن ولا بري تنشن؟ الاثنين. الاثنين. طيب شكرا يا ريس. المثال اللي بعده. سدي.
معاك هندسه. يلا عايزين نعمل المثال ده، نرسم المومنت الاول يبقى رقم واحد، نرسم المومنت. شكل العزم شكل العزم الركيزه اللي في النص هتبقى راح عليا بس الجزء اللي على الطرف ده. تمام. العزم بكام؟ كابيو في 6 تربيع على 2 لانه كابولي، فيبقى الحمل في ال تربيع على 2، فيبقى العزم اللي هنا دبليو في 6 تربيع على 2 يعني يديك 18 دبليو. طب عايز اجيب، هو ينفع يا باشمهندس اعمل كابولي 6 متر؟ في البريس تريس عادي، انت بتسرع على البريس تريسنج، فالكابولي 6 متر ما فيهوش مشكله. طب العزم اللي في النص كنت اجيبه ازاي؟ كنت اوصل ده كده خط وعلق بارابولا قيمتها دبليو في ال سكوير على 8 واطرح منها نص مين؟ نص العزم السالب ده. تمام. فاجي اعمل الكلام ده لان العزم مش هيقلب، هيديني عزم بالسالب. العزم جبته منين؟ دبليو في 8 تربيع على 8 ناقص نص العزم ده، ناقص 9 دبليو، فيدي العزم بالسالب، فالعزم هنا ما قلبش. يبقى خد بالك في الامتحان لما يجيب لك مساله بكابولي اتاكد بس العزم اللي هنا قلب ولا ما قلبش بالرموز كده. لو اداك الرمز بالسالب سالب دبليو فمعنى كده ان العزم مش هيقلب، لو اداك الرمز بالموجب يعني العزم هيقلب لتحت. طب الكلام ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا وانا برسم شكل الكاميرا. ادي الكاميرا اهي وعايز ارسم يلا الكابل، ارسم الكابل نفس شكل العزم، اكن ده الديتم، اكن ده الديتم اللي كتبت عليه العزم، فيبقى الكابل عامل كده. الكلام ده بره صعب في التنفيذ، فنقول لك بنعمل ايه. بص كده، الكابل الاولاني نمسكه ونشده لحد الاخر نوصله لحد الكاميرا، الكابل الثاني نمسكه وكمان ونشده لحد الاخر، فدول بيبقوا كابلين مش كابل واحد، لانك صعب تجيب كابل وتقسمه كده اتنين بارابول، صعب مش هتعرف تعملها. حتى الضغط بتاع الضغط اللي انت هتحطه الماسوره مش هتعرف تعملها. فبنعمل ماسورتين، ماسوره كده واثبتها من هنا وهنا، وماسوره كده واثبتها من هنا وهنا، وهشد الكابل ده مره وهشد الكابل ده مره لانهم بقوا كابلين. فده اللي بيحصل في التنفيذ. وهنا اكسنتريست اسمها ايه؟ طب يا مسدي ده بوست ولا بري؟ بوست. ده بوست تنشن، ما ينفعش بري تنشن. يبقى في التنفيذ بنخرج كل كابل لوحده زي ما قلت لك، وده بوست تنشن. طب تعالى نكمل في الامتحان بنرسمها عادي كده هندسه؟ في الامتحان زي اللي فات ده الرسمه اللي كنت رسمها لك دي الامتحان. اتفضل. طب والكفر هنا يا باشمهندس؟ ثواني بس قبل ما الكفر اكمل انا ولا هو؟ معلش هندسه، والكابل عشان طري بياخد رسمه البارابولا ولا هو ايه؟ ايوه الكابل عشان انت بتعمله بوست تنشن، فانت بتعمل ضغط اللي هي الماسوره، فبتعمل الماسوره بتثبتها بشكل البارابولا، انت اللي بتثبتها وبعد كده بتتكتل الكابل عشان هي طري بتاخد الشكل. لا انت اللي بتثبتها، انت ممكن تثبته خط مستقيم، انت اللي بتثبت ده. تمام تمام. كفر ايه يا ابني بقى اللي كان بيسال الكفر؟ وانت يعني مش مقتنع بالكابل ده واصل من هنا؟ طب ما الكابل واصل من هنا، ما قلتش ليه الكفر؟ ما اصلا من البدايه اللي عارفين هيتقطع من هنا، مش هيتقطع من اليمين والشمال؟ مش هيتقطع بس هيفضل واصل لحد الكاميرا. الكابلات دي مالهاش دعوه بالكفر، ده مش حديد رئيسي، ده حديد انا حاطه عشان يقلل المومنتات، فده مالوش كفر ولا ليه اي ديزاين ولا اي حاجه. الديزاين بتاعه انك تجيب القوه اللي بتشد بيها وتجيب الاي بس. مش حديد رئيسي ازاي يعني؟ انا بعد ما احط البري ستريس ده احط حديد برضه؟ لو محتاج حديد في الديزاين، بس غالبا لا ما بنحتاجش، هو بيشيل، بيبقى العنصر الخرساني كله بقى عليه ضغط، فمش محتاج حديد اصلا. تمام. بس هي فكره في كده. ولا مينيمم حتى رئيسي. ايه ولا مينيمم؟ لا ما بنحطش حتى المينيمم، ما هو ده يا ابني كابلات دي تعتبر حديد، يعني تعتبر مساحه حديد موجوده في الخرسانه، فموفيه المينيمم. مش مهندس، هو هنا في اتنين لايف اند عند نفس المكان؟ مش لازم بقى، يعني مش لازم تعمل لايف اند هنا وهنا، يعني لو انت هتكمل ده كده، بص لو هكمل ده كده وده كده ممكن اعمل الكابل ده اللي هنا الديد اند وهنا اللايف اند عادي، واعمل الكابل ده العكس، ده اللايف اند وده الديد اند. المهم ان يبقى في حته ديد اند وحته لايف اند، حته اكون مموتها ما بتتحركش والحته الثانيه احرك منها، الحته اللي بتتحرك منها فين مش فارق. طب هو باشمهندس مش المفروض الكابلين دول يكونوا ماسكين في بعض؟ لا مش شرط، انا بقول لك اهو في التنفيذ صعب ان هم يكونوا ماسكين في بعض كده. ليه المفروض يكونوا ماسكين في بعض؟ ايه اللي خلاهم فرض يعني؟ تمام. ليه قلت المفروض؟ طيب
عشان لا انا كنت في دماغي حاجه تانية بس خلاص كام صح. تمام، حد عنده مشكله ده يا شباب؟ هندس اتفضل. الكابلات دي بتبقى موجوده جوه العنصر الخرساني بنفس شكل العزم اللي موجوده على الكاميرا؟ اه اللي موجوده على العنصر الخرساني. ايوه تمام كده. مين بس الاول اللي بيتكلم؟ السوق. انت بتثبت يعني ان انت موجود فقلت هتقول اي كلمه؟ انا كنت موجود. انت متسلط ان وانا باجي كوبايه الشاي. شفت بقى يا كوبايه الشاي يبقى كده ماينص كوبايه شاي. ماشي. المثال التاسع، شاطر يا سوق. المثال التاسع اهو. طب جاوب معايا يا سوق بقى اعمل ايه؟ اول حاجه تعمل ايه؟ ايه بتشرب الشاي مش عارف تجاوب؟ البسكوت بقى لازم مع الشاي بسكوت. صح اه والله انا بياكل بسكوت. معاك انا كنت قافل المايك بس. طب معلش افتح المايك انا تعبك معانا. يلا عايزين نعمل المومنت بقى نرسم المومنت. نرسمه ازاي؟ ارسم بقى سنتر لاين الكاميرا. لا الاول ارسم المومنت معلش. كانتليفرين بدأ نص دبليو ال كانتليفر والنص دبليو ال كانتليفر تربيع من ناحيتين. ماشي دبليو في ال تربيع على الاثنين زي انت بتقول 18 دبليو 18 دبليو. تيجي تعلق المومنت الموجب احسبه ازاي؟ دبليو في 12 تربيع على 8 ناقص 18 دبليو. مش نصها بقى نص من ناحيه ونص من ناحيه يعني واحده. يعني نص من ناحيه ومن ناحيه ماشي واحده. ماشي 18 دبليو بحالها يعني. فتيجي تعلق المومنت اللي هيبقى عليها ده بكام؟ بص كده هوصل خط من هنا لهنا وقوم جاي راسم دبليو ال سكوير على 8. يبقى القيمه دي هي على بعضها دبليو في 12 تربيع على 8 مش هطرح منها اي حاجه. تمام. بكام بقى القيمه دي تطلع معاك بالسالب؟ تطلع ان القيمه دي فوق تطلع ايه بصفر بالظبط فما قلبتش. فلازم هنا يا باشمهندس في الكانتليفر تحسب لها المومنت الموجب هيقلب ولا لا. بحسبه ازاي؟ بحسب الكانتليفر الاول ولو هو كانتليفر من ناحيه ومن الناحيه الثانيه بصفر يبقى اطرح نص القيمه. يبقى ده بيقول سكوير على 8 ناقص نص القيمه. لو هما الناحيتين قد بعض فما اطرحش حاجه. طيب كمل كده يا باشمهندس. ادي الكاميرا بتاعتك. تعال نرسم يلا شكل العزم. شكل العزم عامل كده. شكل العزم. السؤال بقى الكلام ده صعب في التنفيذ، ايه الحل بتاعه؟ تلات كابلات بقى. ايوه الكابل الاولاني عامل كده برابله والكابل الثاني برابله صغيره والكابل الثالث برابله صغيره ويبقى دي اي ودي اي. طب ده بوست تنشن ولا بري تنشن؟ بوست تنشن. طيب الحل اللي بعده المثال اللي بعده اكزامبل رقم 10. عندي كاميرا كونتينوس. كاميرا كونتينوس اللي عزم عليها عامل ازاي؟ عزم سالب عند الركايز وبيقلب موجب في نص البحر فهو سالب عند الركايز وموجب في نص البحر. عايز ارسم العزم ده في الكاميرا. ادي الكاميرا بتاعت سعادتك. العزم سالب عند الركايز ونفس العزم بالظبط هرسمه تاني. طب ممكن بشكل اسهل اعمل الكابل دول كام كابل؟ واحد اتنين تلات كابلات. فممكن بره ننفذ دول تلات كابلات مش كابلين كده مش كابل واحد كده. حد عنده سؤال في ده يا شباب؟ لا تمام يا هندسه. طب ده بوست تنشن ولا بري تنشن؟ ده بوست تنشن. بوست لان كله ماي كله برابوله يبقى كله بوست تنشن. يبقى ده بوست تنشن. المثال رقم 11. عندي حمل مركز في النص وعندي كاميرا 2 متر و10 متر. كل اللي جاي ده بفكر معاك في استراكشر. يعني لو انت فاهم استراكشر هتلاقي ان الموضوع اهبل قوي. انت بترسم مومنت وتعوض بيه وتشوف هو بوست ولا بري. فلو عايز تروح يا باشمهندس ترسم المومنت ده مبدئيا اي ركيزه وسطيه عليها مومنت سالب وبعدين نتفاهم. المومنت السالب اللي انا رسمته ده عايز اعلق منه بقى المومنتات حسب الاحمال. فالحمل اللي على اليمين حمل مركب فيبقى المومنت اللي هنا عامل كده مكسور تحت الحمل المركب وهنا بصفر. امال المومنت اللي على الشمال مفيش اي احمال بس البحر ده اهو اصغر من نص البحر ده. ده 2 متر وده 10. فكنا بنقول لك لو في بحر صغير جنب بحر كبير فالعزم ماله ما يقلبش فيبقى العزم كده يتوصل بالصفر. فيبقى ده شكل البندنج مومنت. عزم سالب الاول وبعدين كسرت مثلث تحت الحمل المركز وبعدين هنا العزم بصفر. فيبقى الشكل بتاعك عامل كده. ادي عزم سالب وبعدين كسرت مثلث تحت العزم المركز بتاعت الحمل المركز وبعدين العزم هنا بصفر. امسك بقى العزم ده وارفعه على الكاميرا. ادي شكل الكاميرا بتاعتك وشكل العزم عامل كده اهو. ممكن اعمل ده كام كابل؟ دول كده كابل واحد على بعضه سنجل هارب اهو وده كابل لوحده مستقيم. انت ممكن تعمل ده كده كابل على بعضه وتعمل ده كابل ثالث.
طب ده بوست تنشن ولا بري تنشن؟ ده خطوط مستقيمه فتنفع الاثنين بوست تنشن وبري تنشن. وتنساش تكتب ان دي اي 1 ودي اي 2 اكسنتريستي رقم 1 واكسنتريستي رقم 2. المثال رقم 12 لو عندي فريم نصعب بقى الموضوع شويه. لو عندك لو سعادتك عندك فريم زي ده قال لك لو عندك فريم فسعادتك عايز ترسم الاول المومنت فبتعمل ايه؟ اكن دي كاميرا سيمبل وعايز ارسم عليها المومنت بس للاسف هي مستمره مع ناحيه من هنا ومستمره مع الرجل دي فيبقى طالما كاميرا سيمبل وفي حته طالما كاميرا وفي حته مستمره فيها فيبقى في هنا عزم سالب وهنا عزم سالب نتيجه ان في جوينت. طيب وهنا في حمل موزع طيب تقوم معلق البارابولا بتاعتك قلبت ولا قلبتش ما اعرفش لان ما اعرفش كام العزم السالب ده بكام فانا هقول ان هي قلبت. طيب بعد كده بالديزاين الجوينت دي لو خدتها لك بره كده واحد يمين واحد شمال ايه مثلثين واحد يمين واحد شمال تمام يا عم معلش عشان بس انا على قد في التراكس انا فقت بقى انا فقت خلاص خلاص يا عم انا اسف اني اسف. يبقى تخش على الريجيد دي بقى تلاقي ان انت عندك في الخط المستقيم في مومنت لفوق طب الاتزان يبقى لازم المومنت هنا يبقى عامل كده عشان يتزن مع ده فيبقى المثلث اللي هنا مثلث كده وده خط كده نفس القيمه دي بالاتزان هنا لبره يبقى ده لبره ودي هنجد يبقى بصفر دي هنا برضو لبره وهنجد بصفر فيبقى ده شكل العزم. يبقى لو عايز ترسم شكل العزم تاني على الفريم او العزم هنا سالب وبعد كده بارابولا وبعد كده بالاتزان ده سالب لبره ويوصل بالصفر وده سالب لبره ويوصل بالصفر. يلا عايزين بقى دلوقتي نرسم يا باشمهندس الكيبل بروفايل. ركز معايا عشان دي حته جديده. الفريم الهنجد كان شكل الكونكريت دايمنشن عامل ازاي؟ كان شكل الكونكريت دايمنشن بتاعته عامله كده من تحت الرجل صغيره ومن فوق الرجل كبيره لان الهنجد زي ما انت شايف العزم السالب هنا كبير والعزم كل ما ينزل بيقل يوصل للصفر فبالتالي الخرسانه هنا تبقى كبيره وكل ما تنزل لتحت الخرسانه تقل. طب كنا بعد كده بنعمل ايه بعد ما رسمنا الشكل ده؟ كنا بنرسم سنتر لاين الكاميرا. تعال نرسم سنتر لاين الفريم ارسمه معاك بايد اهو مره. ساعتك عشان ترسم سنتر لاين الرجل هتوصل هنا الخط الصغير اللي تحت ده هتجيب خط في النص نقطه في النص وتروح فوق تجيب نقطه في النص هنا فتلاقي ان السنتر هو كمان مايل يعني السنتر لاين ده هيبقى مايل كده ما هواش راسي. طب والناحيه الثانيه نفس الكلام السنتر لاين هتلاقيه مايل. يعني سنتر لاين مايل وسنتر لاين مايل. طب والسنتر لاين بتاع الكاميرا لا ده افقي عادي بقى لان الكاميرا مش مايله الكاميرا افقيه. كان رسمت السنتر لاين عايز ارسم يلا الشكل العزم ده. بص انا بعمل ايه؟ انا برسم نفس اكن السنتر لاين ده هو الخط اللي بالاسود ده وعايز ارسم عليه الخط اللي بالازرق. بص بعملها ازاي؟ باجي عند اول نقطه تحت انا عايز الكابل فين؟ عديتها بالظبط يبقى الكابل هيبدا من هنا. بعد كده في نفس الرجل في الاخر خالص عايز الكابل مترحل شمال فاطلع لفوق وعايز الكابل يبقى مترحل شمال السنتر لاين. طب هو لو مترحل شمال السنتر لاين ركز معايا بالله عليك مش السنتر لاين اساسا مايل ناحيه اليمين اهو؟ لو رحلت مسافه اكسنتريستي كده مش كده يا باشمهندس في احتمال ان الكابل بتاعك يطلع راسي لان ده كان واصل بالصفر تحت وفوق اترحل شويه. المسافه دي اسمها اكسنتريستي عرفني ان هي مترحله شمال ان العزم هنا شمال فاحتمال بتاعك ده يطلع راسي لان السنتر مايل اساسا فالكابل بتاعي ده ممكن اعمله راسي عادي. طب الناحيه الثانيه تعال نوقع الشكل ده الناحيه الثانيه هنا ركز معايا تحت خالص بصفر تحت خالص عند الرجل ده ايه بصفر يا باشمهندس يبقى هنا العزم بصفر او هنا قصدي الكابل ما فيهوش اي اكسنتريستي. طيب فوق خالص في نفس الرجل في اكسنتريستي على اليمين عرفت منين العزم على اليمين اهو يبقى الاكسنتريستي بتاعت الكابل هنا هتبقى على اليمين على يمين السنتر لاين فتطلع للسنتر لاين المايل ده اهو اللي كان مايل ناحيه الشمال تاخد منه اكسنتريستي ناحيه اليمين اكسنتريستي كده فتلاقي ان الكابل بتاعك ممكن يبقى خط مستقيم. ليه خط مستقيم؟
لان يا باشمهندس السنتر بتاعي اساسا مايل ناحيه الشمال، فانا وصلت نقطه من الصفر ونقطه اكسنتريستي ناحيه اليمين، لان العزم رايح ناحيه السنتر لاين او ماشي من السنتر لاين ناحيه اليمين، فتعمل الكابل كده. طب ناقص لي كابل واحد اللي هو الكابل ده، اعمل ايه؟ اقوم جاي رسمه كده برابول، فيبقى ثلاث كابلات، كابل مستقيم وكابل مستقيم وكابل برابول. تعال نرسم الكلام ده يا ريس. بص اهو، الاول السنتر لاين مايل الافق، بعد كده السنتر لاين ده مايل، وبعدين السنتر لاين ده مايل. تعال نرسم اول كابل، الكابل اللي على الشمال ده او اللي على اليمين اسف، الكابل ده هيبقى مستقيم ليه؟ من تحت بصفر ومن فوق مترحل اكسنتريستي عن السنتر لاين ناحيه اليمين، فيبقى خط مستقيم. طب هنا ناحيه الشمال من تحت بصفر ومترحل عن السنتر لاين فوق ناحيه الشمال، فيديك خط مستقيم برضه اي واحد واي واحد متساويين. طب بالنسبه للبارابولا، ترسم البارابولا بتاعتك كده ويبقى الاكسنتريستي بتاعتها اي 2. طب ده الشكل ده فريم، اعمله بريتنشن ولا بوست تنشن؟ ما ينفعش يتعمل اي فريم، ما ينفعش يتعمل بريتنشن. ليه يا باشمهندس؟ ما ينفعش اعمل الفريم في المصنع وانقله، امال ده هيبقى ايه؟ بوست تنشن بس. صعب يا شباب؟ باشمهندس اتفضل. في مثال ال 11 بس، الجزء اللي هو 2 متر ده لو كبر العزم هيفضل فوق ولا هينزل؟ لو ايه؟ لو الجزء اللي هي الباكية الصغيرة دي بقت كبيرة مثلا 10 متر قد الباكية التانية. لا هو العزم مش هينزل برضو تحت، هيفضل فوق، لان مفيش اي احمال تنزله تحت. مش المفروض يا باشمهندس ان هو بعد خمس البحر العزم بيموت لو مفيش احمال؟ يعني حتى بعد خمس البحر يعني المفروض هتبقى اتنين في خمس، يعني تقول ان العزم هنا مات؟ لا ما بيموتش، ده باكية صغيرة او جنب الباكية الكبيرة، فالعزم فيها مش هيلحق يموت اصلا. انا قصدي ان هو لو الباكية كبرت على كلام سلمي، لو الباكية لا 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 برضه، لا 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 برضه هتعمل العزم ان هو ما ماتش، هتعمل العزم سالم لان انت ما معكش ارقام. لو معاك ارقام بقى المفروض تحسب العزم على الساب او على اي برنامج، فهيطلع لك العزم اكزاكت والعزم مات فين والحته اللي مات فيها فين وهكذا، انما انت ما معكش ارقام فانت بترسم شكل بس. حتى لو الباكية كبيره يا شباب العزم هنا مش هيقلب لان مفيش احمال. تمام تمام يا ريس. حد عنده اسئله يا شباب؟ يبقى الفريمات دايما بوست تنشن. طيب المثال رقم 13، لو عندك فريم بالشكل ده، انا كل مشكلتي دلوقتي نرسم المومنت ازاي. رسمت المومنت يبقى خلاص خلصت. فتعالى كده يا باشمهندس، البي دي تعمل مومنت ازاي؟ دايما يا باشمهندس خدها قاعده كده، اي فريم وعليه قوه جانبيه المومنت بيترسم بالسوي. يعني ايه بالسوي؟ الحمل ده كده بيأثر على الفريم، بيزوق الفريم ازاي؟ من الشمال لليمين. فيبقى اي رجل من دول عليها مومنت ناحيه اليمين، ناحيه الحمل ده زقه ناحيتها، فكده الرجل دي عايز تزق كده والرجل دي عايز تزق كده، يبقى ده المومنتات اهو. وتحت هنجات يبقى بصفر، يبقى صفر وصفر. طيب بعد كده الجوينت دي بالاتزان العزم فيها لبره، يبقى دي لبره. الجوينت دي بالاتزان العزم فيها لجوه، يبقى ده لجوه، فيترسم مثلث. يا باشمهندس تاني، العزم ازاي ارسمه لو عندي حمل جانبي؟ الرجول تترسم بالسوي، يعني البي بي تزق، يبقى العزم على الرجل دي يمين والعزم على الرجل دي يمين، الناحيه اللي كانت هتتزق فيها. وبعد كده الجوينتات بالاتزان، ده العزم خارجي يبقى ده خارجي، والعزم ده داخلي يبقى داخلي. او طريقه ثانيه، احنا عارفين ان اي فريم وعليه حمل جانبي هيديني يا باشمهندس الرياكشن هنا بي على الاثنين والرياكشن هنا بي على الاثنين. فجبت الرياكشنات ترسم العزم، الرياكشن ده هينضرب في مسافه يديك عزم هنا ناحيه اليمين لان دي السام ناحيه اليمين، والعزم ده هيبقى ناحيه اليمين، ونفس الكلام توصل بالصفر والصفر ومن اتزان الجوينت، هي هيها يعني. فاي اي طريقه ماشي. فانا حسبت اهو الرياكشنات ورسمت العزوم، العزم هنا موجب وموجب، وبعد كده بالاتزان العزم هنا لتحت والعزم هنا لفوق، فروحت رسمت العزم. بعد ما رسمت العزم ارسم شكل الفريم، وللاسف فريم هينزل، فانت محتاج كده يا باشمهندس مين؟ السنتر لاين. فارسم السنتر لاين بتاع الرجول وبتاع الكاميرات، وبعد كده واحده واحده هرسم لك اول شكل معاك. قبل ما ابينه لك انيميشن، عايز ارسم شكل الكابل ده،
اللي هو على الرجل دي ده من تحت مفيش مومنت يبقى الاكسنتريستي بتاعته بصفر. من فوق ماشي عن الديتم يمين فتطلع فوق وتمشي عن الديتم يمين هيبقى هنا كده. فلازم الكابل ده يبقى مايل ما ينفعش يبقى مستقيم. طيب الكابل التاني من تحت بصفر اهو من فوق اكسنتريستي يمين فاكسنتريستي يمين يمشي كده شوية والاكسنتريستي دي هي الاكسنتريستي دي يعني لو دي اي واحد هي دي اي واحد. طب ده ينفع يبقى خط مستقيم يبقى خط مستقيم اهو. بعد كده فوق ارسم مثلث مثلثين. فلو عايزين نرسم يا باشمهندس ادي الرسمه بتاعتك اهي ده خط مستقيم اي 2 وده مايل اي 1 والمفروض ان الاكسنتريستي دي بتساوي الاكسنتريستي دي ممكن تسميهم نفس الاسم. وبعد كده يا باشمهندس اي 3 واي 4 والكابلات المستقيمه الكابلات دي كلها مستقيمه بس المنشأ كبير اتفقنا ان الفريم دايما مين بوست تنشن فهو بيقول لك بس ان الكابلات المستقيمه يبقى خد بالك الكابلات مع انها مستقيمه يعني تنفع بريتنشن بس المنشأ كبير فاوعى تتلخبط وتكتب ان هي تنفع بريتنشن اي فريم لازم يبقى بوست تنشن. صعب يا شباب شو هندسه انا هاخد معايا حساب الكود نورمال دي كالتصميم فريم مين تصميم البوست تنشن لا تصميم البريستريس يعني كابلات لانها قوه بتاثر على على الكاميرا تمام ناخد مومنت وبناخد نورمال لكن كشكل السيك لا مش هيفرق معايا في حاجه الشكل مش هيفرق انما القوه هتفرق يعني الكابل كده اللي فوق ده هيبقى شده اقل شويه ليه لان في قوه اساسا نورمال يبقى الاستريس على الكاميرا دي اقل اللي هو الشد يعني استريس الشد تمام ماشي حد عنده سؤال يا شباب المثال رقم 14 لو عندي يا باشمهندس كانت ليفر فريم زي ده وعايز ارسم المومنت تعال نرسم كده المومنت مع بعض المومنت هنا سالب فهمته دبليو في ال سكوير على الاثنين ويبقى ده بارابول بالاتزان ده هيبقى سالب كده وبعد كده هتيجي تحسب المومنت تحت خالص هتلاقي المومنت دبليو في ال سكوير على دبليو اسف في ال على الاثنين دبليو سكوير على الاثنين برضه هنا كده فيبقى عامل كده مستطيل لان العزم هيفضل عامل كده دايما نديله ناحيه بره فالعزم كانتليفر فريم ده بارابولا وده مستطيل اهو يا ريس شكله اهو بارابولا وبعدين مستطيل. طب عايز ارسم شكل الكابل ارسم الاول الكونكريت دايمنشن في الفريم الهنجد الرجل هي اللي مايله امال في الكانتليفر فريم بيبقى الكانتليفر هو اللي مايل لان بص العزم هنا سالب وبيوصل للصفر فانت مش محتاج الخرسانه هنا كتير بس محتاجه هنا تبقى كبيره فيبقى الشكل بتاعك عامل كده. بعد كده يا باشمهندس ارسم يلا الشكل بتاع مين السنتر لاين السنتر لاين الراس هيبقى راسي والسنتر لاين ده هيبقى مايل يبقى ده مايل وده راسي ارسم شكل الكابل حته حته ساعتك مبدئيا للكابل اللي هو بتاع البارابولا هنا الاكسنتريستي بصفر وفي اخر الحته المايله خالص محتاج اكسنتريستي لفوق اهو فقدام ساعتك حاجتين يا الكابل يبقى بخط مستقيم يا يبقى مايل شويه اللي هي بارابولا الافضل انك تعمله خط مستقيم اسهل فيبقى الكابل ده يتعامل خط مستقيم افقي جدا يبقى الكابل ده يتعامل يا شباب خط مستقيم افقي جبتها منين ان هنا الاكسنتريستي بصفر لان مفيش مومنت وهنا الاكسنتريستي لفوق فساعتك تعمل الكابل مستقيم. طب الكابل الثاني ده الاكسنتريستي بتاعت ناحيه الشمال فتيجي على السنتر لاين ده وتاخد كابل ناحيه الشمال كده. طب ده بوست ولا بري مع انه كله خطوط بس ما ينفعش بري تنشن لانه كان لانه فريم فما ينفعش غير انه يبقى بوست تنشن. فلو عايزين نرسم الكلام ده قاعد يا باشمهندس شكل الكابل يا تعمله مايل يا تعمله خط يا كيرف يا خط انصحك في الامتحان اعمله خط على الشمال هنا هتعمل خط ونتيجه ان ده فريم فما ينفعش غير انه يبقى بوست تنشن. صعب الكلام ده يا جماعه. انا عندي سؤال بس يا باشمهندس في ديسمبر 13 هي ليه الاي 2 اختلفت عن الاي 3 واختلفت عن الاي 1؟ لا انا قلت لك ان الاي دي هي دي يعني اي 1 هي اي 2 المفروض انا ممكن اكتب هما الاثنين اي 1 واي 1 يعني دي اي 1 واي 1 انما اي 3 دي المفروض تبقى مختلفه شويه. ليه مختلفه؟ لان الكاميرا دي عليها نورمال الكاميرا اللي فوق عليها نورمال
نورمال فورس. فالنورمال ده المفروض هيفرق معايا في قوه الشد والاكسنتريستي اللي انا محتاجها، بس انما الرجول عليها نفس المومنتات، فالمفروض ده اي واحد واي واحد هي اياها. تمام تمام كده. اه كده تمام. حد عنده سؤال يا شباب؟ طيب نكمل المثال رقم 15. عندي كانتليفر فريم والاسبلات مش متساوي. بكل بساطه يا ريس تعال نرسم العزم. العزم على الشمال على اليمين اسف هيبقى كبير شويه، لان هنا يا باشمهندس الاسبان ده اكبر والعزم هنا هيبقى صغير كده. تاخد الجوينت دي بالاتزان، اخدها لك بره اهو. العزم هنا عامل كده وده العزم الكبير، والعزم اللي جاي من على الشمال عزم صغير كده. يبقى العزم اللي على الرجل عامل ازاي؟ اكيد بيزود ده عشان يقاوم ده، فالعزم اللي على الرجل عامل كده. يبقى العزم اللي على الرجل ناحيه الشمال وبيفضل مستطيل. يا باشمهندس ده عزم كبير، ده عزم صغير. الصوت يا شباب الناس قبل المايكات. والعزم اللي على الرجل عزم ناحيه الشمال. عايز ارسم يلا يا باشمهندس الشكل بتاع الكونكريت دايمنشن وشكل الكابل. ادي شكل الكابل بتاعنا، او ادي شكل الفريم بتاعنا. دايما الفريم هيبقى الكابول بتاعك شبه متغير السمك. ليه متغير؟ لان المومنتات متغيره. امال الرجل لو فيكسد بتبقى ثابت، لو هنجت هي كمان هتبقى متغيره. فتروح ترسم يلا يا باشمهندس السنتر لاين. هتلاقي في سنتر لاين هنا راسي، وسنتر لاين مايل، وسنتر لاين مايل في الناحيتين. عايز ارسم يلا يا باشمهندس الكابل. بكل بساطه تروح في الاول خالص الكابل المومنت بصفر، يبقى اكسنتريستي هنا بصفر. الكابل هنا اكسنتريستي كبيره، فيطلع من هنا اكسنتريستي كبيره شويه. تعمله مايل او خط مش فارق معانا، فاعمله مثلا خط كده مستقيم. الثاني الاكسنتريستي الكابل الثاني في البدايه بصفر اهو، في النص هنا بكام؟ اكسنتريستي اكبر شويه. ممكن تعمل دي لحد الاخر، اكسنتريستي اكبر شويه. اه يا باشمهندس اصغر اسف اهي. بعد كده تعمل الكابل الثاني اللي هو ممكن يمتد لحد الاخر كده بالمايل كده، او بخط مستقيم مش فارق معانا. الكابل الاخير من على الشمال هيبقى خط. فتعال نرسم كده يا باشمهندس الكابلات دي. ادي اول كابل، المفروض الكابل ده بقى تمده لحد الاخر، ما ينفعش يقف في نص الكاميرا كده عشان يبقى ديد اند ولايف اند، فدي غلط. مد بس الكابل لحد الاخر. والكابل الثاني المفروض يمتد برده لحد الاخر، فالافضل للحلول دي ان يبقى كيرف عشان يوصل لحد الاخر هنا، يوصل لحد الاخر هنا عشان يبقى عندك ديد اند ولايف اند. والكابل الاخير اهو، فيبقى اي واحد واي اتنين واي تلاته. طيب ده بوست تنشن ولا بري تنشن؟ ده فريم، فالفريم دايما بيتعمل بوست تنشن. المثال رقم 16. حد عنده سؤال يا شباب؟ يعني مثلا في الامتحان اسيبه كده واقف في نص الخرسانه؟ هو عادي هنا في الامتحان مش فارق، بس انا بقول لك بره المفروض تمد هنا لحد الاخر وتمد هنا لحد الاخر عشان يبقى فيه لايف اند وديد اند. تمام؟ اه كده تمام. تمام. لو عندي مثال بقى دبل كانتليفر بس الاثنين قد بعض اعمل ايه؟ المومنتات ركز معايا بالله عليك في المثال ده عشان مهم. المثال ده مهم. لو عندي دبل كانتليفر والاثنين قد بعض قد بعض، فالمومنت هنا عامل كده، وسبحان الله المومنت الناحيه الثانيه قده بالظبط. يا المومنت ده قد المومنت ده. طب عايزين بتزان الجوينت. لو جينا عملنا ديزاين الجوينت كده جنبك، فعندك هنا مومنت سالب وعندك هنا مومنت سالب بنفس القيمه، فيبقى المومنت على الرجل دي بكام؟ بصفر. ما هو الاتجاهات مختلفه والقيم متساويه، فيبقى المومنت هنا بصفر. فسعادتك طالما المومنت بصفر، لو عايز ترسم المومنت اهو، المومنت هنا بالسالب هنا وهنا وده بصفر. السؤال بقى اما اجي اعمل بري ستريس، انت بتحتاج البري ستريس عامل ازاي؟ دايما شكل الكابل زي شكل العزم الخارجي. طب هل سعادتك محتاج بري ستريس في الزيرو مومنت؟ هو انت بتعمل بري ستريس ليه؟ عشان يقلل لك الاستريسز النقل الناتجه من العزوم. طب لو عندك عنصر ما لهوش عزم اساسا هعمل له بري ستريس ليه؟ فعشان كده ما بنعملش بري ستريس للعمدان، لان العمود بتاعك عليه ضغط، الضغط ما لهوش مومنت، المومنتات عليه صغيره قوي بتاع العمدان، فالعمود عليه ضغط بس، فالضغط اساسا الخرسانه بتشيله. ليه اعمل له حديد بري ستريس كمان؟ يعني احط حديد بري ستريس واعمل عليه ضغط اكتر؟ ما هو اساسا شايل ضغط. ايه الفكره؟ فيبقى دايما يا باشمهندس اي عنصر ما عليهوش عزم ما بحطش عليه اي كابلات،
او ما بحطش فيه اي كابلات، ما اعملش فيه بريستريس. هذا مهم ان يا شوان كابلك في المايك لازم في المايك. عندك سؤال يا شوان؟ بس العزم بتاعك لو بصفر يبقى اوعى تحط كابلات. الكابلات حطها ناحيه مين؟ الحته اللي فيها عزوم بس. تاني قاعده، القاعده التانيه عايزين نقول هنا كمان، ان لو عندك عنصر عليه شد دايركت شد صافي يبقى تحط الكابل في السنتر لاين بتاعه. يعني ايه؟ يعني لو عندي عنصر مثلا طاي، وليكن الطاي ده في الاليفيجن عامل كده، ده الطاي، وسعادتك عارف ان الطاي عليه قوه شد في السنتر لاين، هو عشان الطاي بيتشد. طب اما اجي اعمل له بريستريس، ده احسن واحد تعمل له بريستريس، ده عليه قوه شد بيور. فانت سعادتك تعمل ايه؟ تروح تحط الكابل في السنتر لاين، فالكابل اللي في السنتر لاين ده هيعمل لك قوه ضغط عكس الشد، فده يخليك تستخدم الطاي لمسافات كبيره. فهتلاقي ان الطيات في الارش سلاب وفي الارش جردر غالبا لما بتتنفس بتتنفس بريستريس، عشان الحديد اللي جواه يبقى مينيمم، ما يبقاش في حديد اساسا. وبعمل الكابل بتاعك فين؟ الكابل بتاعك بيتعمل في سنتر لاين العنصر اللي فيه شد. يبقى قاعده يا باشمهندس، الكابل بتاعنا شكله بيبقى واخد نفس سنتر لاين العنصر اللي فيه شد، او بياخد نفس شكل العنصر او نفس شكل العزم الخارجي للعنصر اللي عليه عزم. ده بالنسبه للكيبل بروفايل. طب تعالى يا باشمهندس كده نشوف هنرسم الكيبل بروفايل في ده ازاي. رسمنا الشكل بتاع مين؟ بتاع الخرسانه. تعالى نرسم السنتر لاين، نفس السنتر لاين بتاع ده بالظبط. واحده واحده بقى، الكابول اللي في الجنب هيتعمل هنا كابل في الجنب من الناحيه دي اهو، وممكن اعمل الكابل ده حته واحده زي ما انا عملته هنا كده. ليه؟ لان الاكسنتريست هنا ثابت، فانا عملت كابل من الاول للاخر. عملتها ازاي؟ قلت ان هنا الاكسنتريست بصفر، وهنا الاكسنتريست بصفر، وفي النص الاكسنتريستي واحده. فايه رايك ناخده كابل من الاول للاخر؟ الكلام ده صح؟ اه صح، عادي خالص. طب بالنسبه يا باشمهندس للحته اللي عليها عزم بصفر، هل احط كابلات؟ لا، ده انا كنت حاطط الكابلات عشان اقلل الاستريس بتاع العزم، وبالتالي الحته اللي عليها اللي عليها عزم بصفر ما عليهاش اي كابلات، يبقى الكابل هنا مش موجود. حد عنده مشكله في ده يا شباب؟ حد مش فاهم؟ طيب كمل المثال رقم نوبر ستريس اهو، المثال رقم 17. طبعا بص تنشن لانه فريم. المثال رقم 17، قبل ما اخش المثال ملحوظه ان دايما بعمل بريستريس لمين؟ للعناصر اللي عليها عزم والعناصر اللي عليها اكسيال تنشن بس. امال لو عنصر عليه كومبريشن معلوش، لو عنصر عليه كومبريشن ضغط زي الاسترات مثلا، مثلا اكيد الاسترات عليه ضغط، اعمل بريستريس ضغط تاني ليه؟ يعني ما اعملوش بريستريس. عنصر معلوش شد معلوش عزم، اللي معلوش عزم كمان ما تعملوش بريستريس. يبقى حالات البريستريس تعملها الحالتين، يا اما حاله وجود عزم ويبقى شكل الكابل ياخد شكل العزم، يا اما حاله اكسيال تنشن صريحه ويبقى شكل الكابل بتاعك ياخد نفس السنتر لاين العنصر ده. بمعنى لو عندي ارش جردر، ده الارش جردر اللي كنا بناخده الترم اللي فات، فالارش جردر هو عباره عن ايه؟ كومبريشن ستراكشر. يعني ايه كومبريشن ستراكشر؟ يعني الكاميرا دي عليها ضغط بس. لو تفتكر من الترم اللي فات كنا بنقول لك ان الارش جردر كومبريشن ستراكشر، يعني الكاميرا دي عليها ضغط. امال بالنسبه يا باشمهندس للطاي ده، الطاي ده عليه شد، يبقى الطاي عليه شد والارش ده نفسه عليه ضغط. طب الكيبل بروفايل هنا عامل ازاي؟ ركز معايا كده. قال لك الكيبل بروفايل هنا هيبقى جوه الطاي بس، وهيبقى منطبق على سنتر لاين الطاي. ادي سنتر لاين الطاي، هعمل كابل منطبق على السنتر لاين الاي بصفر، يبقى اي عنصر عليه شد صريح شكل الكابل بتاعه نفس شكل السنتر لاين. هتقول لي يا باشمهندس بالراحه عليا، طب ما كده المفروض ان احط في الهناجر ده ايه؟ كابل برضه، لان الهناجر عليها شد. افتكر من الترم اللي فات كنا بنقول لك ان الكاميرا دي كومبريشن ستراكشر بس الطاي ده عليه شد والهناجر عليها شد نتيجه من وزن الطاي ووزنها، فالهناجر هي كمان عليها شد. بس اقول لك بقى ان الهانجر ما بحطش جواه كابلات، لان الهانجر ذات نفسه اساسا اللي هو مشدود ده الشد اللي فيه صغير، ده شايل وزن بس وزن حته من الطاي، فالشد اللي عليه صغير فالحديد اللي جواه هيشيل، فعمرنا ما بنعمل كابلات جوه الهناجر. ده سؤال في الشفوي دكتور محمد حسين.
دكتور محمد حسين بيعمل ايه؟ يروح يرسم لك الشكل ده كده ويقول لك يا شوانز انا عايزك ترسم لي الكيبل بروفايل. فانت عارف من السكشن ان الكيبل بروفايل هيبقى جوه الطاي. بس طبعا غلطتك انك تعمل كيبل بروفايل هنا في الكاميرا، فالناس ما بتعملوش، بتعمل بس كيبل بروفايل في الطاي. المشكله بقى يقول لك يا شوانز هو مش الهانجر ده عليه شد؟ فساعدتك بكل انتفاع تقول له اه، يقول لك خلاص طب الهانجر اللي عليه شد ده حطيتلوش ليه كيبل بروفايل؟ فاجابتك تقول له انها في السكشن خدناها على الطاي بس، فيقول لك شكرا وتاخد الصفر المتين وتطلع. لا يا شوانس الهناجر ما اتعملتش ليه؟ لان الهناجر عليها شد صغير، والشد الصغير ده مش محتاج له كابل لانه شد صغير خالص. حد عنده مشكله في ده يا شباب؟ هو احنا علينا اشوفه يا باشمهندس السمري للمدني عام، انا بفكركم انت اصلا ما علينا. طب الحمد لله انتوا هيك فلتوا انت مني. عندنا شكوى بالعالم كمان عند سوي عندنا انا مش فاكر الصراحه. خلاص عندنا شوف عندكم شباب يا سلمي افرح يا عم، ما هربتوش من يوم ولا حاجه. افرح ايه بقى انا زق يبقى ده المسار رقم 17. المسار رقم 17 ده يا باشمهندس مش ارخص من الحديد من التسليح الثاني؟ لا طبعا الكابلات، والكابلات دي بتتطلب بالطلبيه خاصه وبتاع وحاجات كده اغلى اكيد. غير اصلا ان عشان تشد الشد ده محتاج حاجات تانية وجات، وزي ما قلت لك في حاجه اسمها البستم اللي بيشد. البستم ده اساسا بفلوس، كل حاجه من دي لها فلوس، ومحتاج بقى واحد متخصص بريستريس يجي يشد لك. مش اي حد بيشد الكابل كده، ده في ناس متخصصه. بس كان الدكتور قال ان في مشروع كان المفروض يتعمل تسليح عادي، لما عملوه بالبريستريس ده قلل التكلفه 15% او 25%. اتعمل ايه السقف يعني بوستنشن؟ بص هو العناصر اللي هي الخاصه دي البريستريس فيها غالي، انما السقف البريستريس فيه مش غالي قوي، لان الكابلات بتبقى بقى صغيره مش كبيره، فاهم؟ مش زي ده، والكابلات بتبقى زي الحديد اصلا، احنا بنشد الحديد مش الكابل. يعني في المشاريع العاديه بنشد حديد، فاحنا بنجيب الحديد ونشده. فلما تشد الحديد منطقي ان مساحه الحديد هتقل، يعني تشد الحديد وتسيبه يضغط، فمنطقي وانت بتصمم ان مساحه الحديد اللي انت كنت مستخدمها في البلاطه هتقل. يعني انا في الليس اوف ما بستخدمش كابلات، بستخدم حديد بس. بتستخدم حديد تمام. مش مهندس اتفضل. هي مش الجردر دي بيبقى عليها مومنت؟ لا يا عم ضغط يا عم، كومبريشن استراكشر، مومنت صغير خالص. ايوه بس احنا كنا لما كان عندك كراوت 5% الام نوت والكلام ده، ده كلام اهبل يعني. ايوه 5% ام نوت 5%. تعتبر ان هي كومبريشن استراكشر. تمام يا باشمهندس. تمام. طيب ده بوست تنشن ولا بري تنشن بقى؟ جاوب كده يا شرشبي. ايه بوست ولا بري؟ الكابل اللي عملته في الطاي ده اعمله بوست ولا اعمله بري؟ بوست. ليه بوست؟ عشان مساحه كبيره. لا مش عشان مساحه كبيره، لان ما ينفعش اعمل العنصر ده في المصنع. ينفع اعمله بس عشان مساحه حجم العنصر كبيره. يا بوست تنشن. المثال رقم 18، لو عندك بقى عنصر زي ده سلمي. ايوه ايوه عايزين نرسم يلا المومنت عليه بكام المومنت؟ صفر. ليه بصفر؟ ما انت عاجل الورق. ما انا معايا ورق، وده كمان عنصر ضغط. يعني عنصر ضغط ده كان عندي كويز في اما كنت في السكشن، كان الكلام ده كان جالي كويز فاتلخبطت عادي خالص طبعا كالعاده يعني في اي كويز بتلخبط. وقمت جاي ماسك بقى الحمل هنا، قلت الحمل يلا ده ايه بي، وقعدت بقى افكر الجوين دي هتنقل لتحت ولا هتتحرك ولا لا، يعني المومنت هنا هيبقى لتحت ولا لفوق. قعدت ساعه افكر المومنت تحت ولا لفوق، وفي الاخر رسيت ان المومنت تحت وخدت صفر في الكويز. ليه؟ لان لو الكاميرا بتاعت سيمبل وعليها حمل مركز فالمومنت بتاعك مثلث صح، المومنت بيقل على 4. طب المومنت المثلث ده كنا بنقول لك الترم اللي فات ان الكومبريشن استراكشر هي منشآت بينطبق محورها على عكس شكل المومنت نتيجه ان هي كانت محورها عادي. فانت لو محورها عادي اهو والحمل مركز يبقى المومنت مثلث، فيبقى اي منشا محوره عكس المثلث ده بحيث ان الحمل الخارجي يبقى حمل مركز يبقى ده اسمه كومبريشن استراكشر. فنتيجه ده يا باشمهندس ان العنصر بتاعك ده شكله مثلث، شكله مثلث اللي فوق اهو، والحمل بتاعي كان ايه مركز في النص. يعني لو كان مستقيم كان هيعمل حمل، كان هيعمل مومنت مثلث، فده كده اسمه كومبريشن استراكشر. يعني المومنتات عليه بكام؟ بصفر. يعني البري ستريس احط الكابل ازاي؟ ده مفيش كابلات خالص، لان لو مفيش عزم ولا في اكسيال تنشن.
طيب يا باشمهندس خد بالك من الحاجات دي عشان الحاجات دي بتلخبط في الامتحان. اتاكد ان العنصر بتاعك مش كومبريشن استراكشر. اتاكد ازاي؟ ارسم الكاميرا مستقيمه واحط عليها الحمل الخارجي اللي هو جاي على المساله. لو طلع ان شكل العزم الناتج من الحمل ده عكس الشكل بتاع الاستراكشر فده يبقى اسمه كومبريشن استراكشر، يعني استراكشر عليه كومبريشن بس، قوه ضغط بس، فيبقى مش محتاج بري ستريس خالص. صعب يا شباب؟ فيبقى بري ستريس هنا بصفر، بيندنج مومنت صفر، يبقى نو بري ستريسنج. طب المثال رقم 19، لو عندك شكل زي ده، دي كاميرا متشاله على اللينك ممبر، هو اللينك ممبر ده بياخد الاحمال من الكاميرا ضغط ولا شد؟ يعني هو شايل الكاميرا لفوق ولا مضغوط؟ ده مضغوط. فطالما هو مضغوط يبقى اسمه ايه؟ استرست. طب هل الضغط ده يا باشمهندس في مومنت؟ لا. هل في اي شد؟ لا. يبقى العزم فيه بصفر وهو استرست ضغط اساسا، يبقى مفيش بري ستريسنج. امال الحته اللي فوق دي، الحته اللي فوق دي اكنها كاميرا سيمبل فعليها مومنت عامل كده. فلو عايز ترسم بري ستريس هترسم بري ستريس ده بس، هيبقى واخد شكل العزم. نرسم يلا اهو يا باشمهندس، وادي العزم هنا مفيش ده استرست، والعزم هنا ده بيقول سكوير على 8. تيجي ترسم الشكل بتاع الكونكريت دايمنشن اهو، ارسم السنتر لاين اهي. بعد ما رسمت السنتر لاين هيبقى شكل العزم هنا هتحطه، هترجع هنا مفيش بري ستريس، وهنا شكل العزم عامل كده، ودي اكسنتريستي بإيه. لاحظ بقى ان العزم بتاعنا وصل من الاول للاخر، هنا بصفر وهنا بصفر اهو، هنا بصفر وهنا بصفر، واكسنتريستي في النص. المثال رقم، وده طبعا بوست تنشن لان ده فريم، يعتبر حاجه زي فريم، وغير كده انت محتاج بارابولا فده بوست تنشن. هو مش هو اللي خلاه استرات بعيد عن الجوينت ان انا ما دخلتش حديد الكاميرا اللي فوقها فيه. ان إيه؟ نعم عشان ايه اللي خلاني اقول ان هو استرات؟ ان دي عملتها عملتها اسمها ايه انترميت هنج، فما دخلتش الحديد جوه ده في التنفيذ. يعني في التنفيذ بتبقى استرات عشان ما بدخلش الحديد. أيوة جوه. ايوه بالظبط. لو دخلته مش هتبقى استرات عادي، هتبقى ريجيد جوينت. ايوه بعدها مهم، بعدها مهم تريس جون. ماشي طيب المثال رقم 20، لو عندك كاميرا كده عكس دي، دي كانت استرات، المره دي الكاميرا دي باللوجيك كده، الكاميرا دي بتعمل ايه؟ بتاثر باحمال لتحت، فهي بتشد الكاميرا دي، فيبقى ده مش استرات بقى، ده طاي، والمومنت هنا عامل كده برضه. فلو عايز ترسم المومنت اهو يا باشمهندس، المومنت هنا عامل كده ده طاي، والمومنت اللي عامل كده بيقول سكوير على 8. عايز ترسم الشكل بتاعنا بتاع الكيبل بروفايل، ارسم السنتر لاين الاول، اي طاي الكابل فيه على السنتر لاين، اي حاجه تانية الكابل فيها بشكل مين؟ العزم. اه يا باشمهندس يبقى الشكل الكابل هنا بشكل العزم، ممكن توصله للاخر وده الافضل عشان يبقى عندك ديد اند ولايف اند زي ده بالظبط، وهنا الكابل يوصل من الاول للاخر وده الافضل برضه، يبقى من الاول للاخر كمل ده كمان عشان يبقى ديد اند ولايف اند، والاكسنتريست هنا بصفر وهنا في اكسنتريست. طيب باشمهندس انا ليه قطعت الكابل مع الكابل؟ يعني ليه وصلتهم في النص يا ابني؟ والله ما اقول لك غلط، اقول لك قايل الكابل ده للاخر وما كملش الكابل ده للاخر. يعني لسه اقسم بالله لسه قايل كمل الكابل ده للاخر وكمل الكابل ده للاخر وده الاحسن. هو شكله نايم يا باشمهندس، سيبك هو شكله صحي كده فاهم اللي هو ايه ايه ده هو بيتكلم؟ طب تعالى كده، هو سلمي من ساعه ما دخل السكشن، السكشن عندنا ما بتقعد ساعتين وتاخد الوقت كامل، كنا بالاول بنقعد ساعه ونص بكتير. ها خلاص يا سلمي ممكن تمد عقلة، بقول لك الصح اساسا انك تمد الخط ده للاخر وتمد الكابل ده للاخر ده الصح، بس اساسا اللي عامل الرسيان دي باشمهندس اسامه فهو تقريبا نسي الحته دي ما علينا. تمام تمام. طيب كمل يلا. المثال رقم 21 ده بوست تنشن طبعا، لان في حمل في كابل مايل، الكابل ده بيقول سكوير على 8 فده بوست تنشن طبعا. طيب اللي بعده المثال رقم 21، لو عندك فريم عامل كده، بص بقى انا عايز دلوقتي احدد انهي في دول استرات وانهي في دول طاي، يعني انهي رجل من دول هتتشد وانهي رجل من دول هتنضغط. ده كابولي طوله 12 متر، فالكابول ده بيأثر بمومنت كده. بص المومنت ده عايز يقلب المنشأ، يعني يوقعه كده، المنشأ ده عايز يتقلب كده يقع كده، فهو بيقع بيضغط على الرجل دي وبيشد الرجل دي لوجيكال، يعني توقع ان انت واقف هنا كده وبتأثر بحمل، الكابل ده عايز يقع، فهو بيقع الرجل دي بتتشد والرجل دي بتتضغط، فيبقى ده طاي وده استرات.
طب الكلام ده حصل ليه؟ لان الاسبان ده صغير والكابولي كبير، فاي حمل على الكابولي بيعمل عزم عامل كده، والعزم ده عايز يقلب المنشا يشد ده ويضغط ده، فمبدئيا كده ده طاي وده مين؟ استرات. طيب عايزين نعمل المومنتات، نرسم المومنتات. لو عايز ترسم المومنت اهو، المومنت هنا عامل كده سالب، ويبقى هنا بارابولا ويوصل هنا بالصفر، عشان ده مش فريم على بعضه، الجوينت دي ما هياش ريجن. فيبقى ده يا باشمهندس بصفر وده بارابولا كده. طب ده طاي وده استرات. يبقى لو عندك كابول كبير فالمنشأ بيتصرف كده، ده طاي بيتشد اكن ده هيقع لتحت فشد الرجل دي وضغط على الرجل دي. طب بالنسبه للمومنتات فوق، بتعتبر ان القمر دي على بعضها حته واحده، فالمومنت هنا سالب وبعد كده ده بارابولا، وهنا بارابولا ما بيقلبش لتحت ويوصل لها بالصفر، لان يعني العزم هنا صغير او الحمل هنا الاسبان هنا صغير بالنسبه لده. طب بعد كده يا باشمهندس امسك يلا الكاميرا بتاع، امسك يلا الفريم بتاعنا وارسم الفريم. رسمت شكل الفريم، ممكن تخلي الرجول دي مختلفه، خد بالك لان ما عليهاش عزوم، يعني ممكن تغير الفريمات، تخلي ده صغير ويكبر شويه، او تخلي كلها حته واحده لان ما عليهوش عزوم اصلا، فتخلي الرجول كلها حته واحده كعرض. ارسم يلا يا ريس الكابل. الكابل هنا هيبقى عامل كده، والكابل ده ممكن تعمله كابلين عادي خالص، هنا مفيش كابلات لان ده استرات، وهنا كابل في السنتر لاين الاي بصفر، يبقى دي واحد واي بصفر، وده بوست تنشن لانه فريم. حد مش فاهم المثال ده؟ هو بس الحدود بتاعت الاسبان، انت اقول عليه صغير وما يقلبش، انت اقول عليه كبير وهيقلب. لو الاسبان بتاعك ده اقل من نص الاسبان اللي جنبك يقلب. لو بيساوي او اقل ولا لو اقل؟ لو بيساوي او اقل. اهو تمام. المثال رقم 22 اخر مثال، لو عندك كاميرا عامله كده ومديك الاحمال ده اف وده اف، ركز كده بالله عليك. المثال ده كان جاي لي فاينل، بس كان جاي في الفاينل ازيد، كان مزود كاميرا كمان، ففي الفاينل بتاع اصلا اصعب فاينل بري ستريس. لو عايز تحل مثال بري ستريس محترمه، خش امتحان 2017 الترم الاولاني، يبقى قابلني لو حلته 20% كده تساوي في الامتحان. بس اول 20% كل الدفعه ثابته، تمكننا على اللي بعد يعني ما علينا من 20%. تمام. حتى اول الدفعه ريس، انا كنت اول الدفعه، بقول لك انا سبت المسالتين ما شاء الله. ماشي. لو كان دكتور صلاح جايب اصعب امتحان بريستريس عايز تحله، حل امتحان 2017 مش هتحط فيه قلم. اسمع مني بقى، الاصعب الاجدد هيبقى 20. طب ماشي تمام. طيب عندها بقى ده اف وده اف، اعمل ايه؟ بص يا ريس، مبدئيا كده الاف اللي تحت دي تشيلها الجوينت، ملناش دعوه بيه. والاف اللي فوق كمان، الاف اللي فوق بقى نعمل العزم بتاعها سهل كده. بص كده الاف دي والاف ده ايه؟ الاثنين على الجوينت، الاثنين على الرقاق، على الركيزه دي. فيبقى كده الحمل اللي هنا بكام او الرياكشن بكام؟ او انت مش عايز تحل يا عم، خد المومنت هنا بصفر. لو خدت المومنت هتلاقي ان اف في ال بتدور كده، والثانيه اف برضو في ال، سبحان الله بتدور ازاي كده برضو. فتلاقي ان الرياكشن هنا بكام؟ بصفر. والرياكشن هنا كمان بصفر. فيبقى خلاص الكاميرا دي ما فيهاش اي رياكشنات. عايز ترسم العزم، فيبقى العزم على الرجل اللي فوق اف في ال على الاثنين مثلث لتحت، وعلى الرجل اللي تحت اف في ال على الاثنين برضو مثلث كده، وبالاتزان هيبقى مستطيل عامل كده. طب المومنت هنا بكام؟ الرياكشن بصفر. خد بالك لو حسبت المومنت هنا عند الباكيه ده ايه؟ عند الباكيه ده ايه؟ عند الحته دي، عند السكشن ده من ناحيه اليمين هيبقى صفر باي حاجه بصفر، يبقى المومنت هنا بصفر. فلو عايز ترسم البري ستريس بتاعك، ارسم شكل الاول القمر، وبعد كده حط العزوم زي هي العزم هنا بصفر واكسنتريس لتحت اهو، عزم بصفر واكسنتريس لتحت، العزم هنا بصفر واكسنتريستي لفوق اهو، بعد كده الاكسنتريستي على الضلع الراسي ناحيه الشمال اهو يا باشمهندس. فيبقى ده الكيبل بروفايل. بوست ولا بري؟ ده فريم، فيبقى بوست تنشن بس. فريم ليه؟ لانه اكتر من ضلع مش هتعرف تنقلهم من المصنع، يبقى ده بوست تنشن. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ باشمهندس ازاي مفيش رياكشن؟ جيبه ازاي؟ لا ازاي؟ هو كده كده الاف دي مش موجوده، انا عندي اف ثانيه بتاثر كانها بتاثر في النص بالظبط، لان الضلع ده هينقل الشد للنص.
ايه ليه شد النص ازاي مش فاهم اللي هو الضلع اللي قوى باشمهندس حطها بقوة وعزم هي دي بالظبط قوة تتنقل اه بالظبط قوة وعزم كانها قوة اتنقلت للنص وعزم فايبا المفروض راح جد المهم العزم ده بصفر من تحت احنا ننزل الرياكشنات عادي خالص لو خدت العزم ده بصفر لازم تاخد اهو خد العزم ده بصفر وجيب الرياكشن ده احسبه يا سيل احسب معايا لا انا العزم هنا بصفر انا ما اعرفش اجيب الرياكشن لسه على الشمال بس انا القوه الرياكشن على اليمين والرياكشن على الشمال الاثنين بيساوي على اليمين بيساوي اف على 2 لتحت على الشمال بيساوي اف لفوق واف على 2 لتحت يعني مش فاهمك والله بجد انا القوه الاف اللي هي اللي طالعه لفوق دي المنبر يبقى هنا كده اه كانها هنا بالظبط كانها قوه رئيسيه بتاثر لي في النص فديت هتاثر لي بعزم بقوه يمين وشمال اف وعزم اف على الاثنين يمين وشمال وفي عزم في النص هيتلاشوا من اليمين والشمال فلما يتلاشوا من اليمين والشمال اه تمام وصلت تلعب برضو زي ما انا قلت في الاخر صح ان أيوة في أيوة. لان في عزم كمان اه ما هو العزم ده الرياكشن اللي هيسببه الاف مظبوط الرياكشن اه يعني لو في عزم هنا في عزم هنا اف في ال على 2 فالعزم ده المفروض هيلاش برده لما تاخد الرياكشنات هنا برده بصفر هتلاقي ان العزم ده بيلاش ده بيلاش العزم الناتج من الناحيه الثانيه فهتلاقي نفس الكلام بالظبط هتطلع الرياكشنات بصفر فانا بقول لك من الاول لا تني ولا بتاع يا عم تاخدهم في وضعهم عادي وخد المومنت هنا بصفر ويطلع ان الرياكشن بصفر تمام ايوه يا باشمهندس يعني المومنت مش المفروض في الحته اللي في النص ديت اللي هي المثلث دي ما يوصلش للصفر عند الجوينت اليمين ايوه زي ما انت ايوه في الحته دي مالها بقى توصل تبقى مثلث عادي ما مثلث اهي توصل للجوينت اللي على اليمين يا باشمهندس كده اه ازاي بقى جبت العزم ده منين ما لان الشكل ذات نفسه بيعمل عزم على الحته دي عامله عزم اصلا على البتاع دي فهو هيلاقي الرياكشن بصفر فانت لو خدت قطاع من هنا ناحيه اليمين مش انا المفروض المومنت هنا اللي اخده هنا يبقى بيساوي الرياكشن مضروب في ال على 2 الرياكشن بصفر فاي مومنتات في الحته دي كلها بصفر طب ما هو الرياكشن برده على الشمال بصفر ماشي بس في هنا اف فالاف في ال على 2 ده كده عزم فيوصل لنا كده نتيجه الاف دي نتيجه ان الرياكشن بصفر في اف بس فاف ال على 2 يديك العزم ده يوصل لنا بصفر انما هنا مفيش اف زيها تمام لسه رئيس احسن سيكشن المساحه بدا طب حد عنده اسئله يا شباب تاني لا تمام خلاص السيكشن الجاي في نفس الميعاد يلا سلام عليكم سلام يا باشمهندس معلش هو اللوحه بتاعت المشروع هنعملها كده ولا رسمه لا رسمه انا والله يا ابني كنت عايز يا دوي مش انت قلت لك كده مش معقول اقول لك ما تقولش بقى ده احنا خلصنا تلتين المشروع يا ريس انا قلت كده باشمهندس قال لك لا الناس هتنم من بعض وعايزين ترسم بايديها يا باشمهندس ده رسمه اهم حاجه للشغل اللي هنشتغل على الكرام مش هنعمله ماشي طب الناس اللي خلصت بالكات والله يا ابني هو قال ان المواعيد كلها اتفق على الرسم انا عن نفسي عايزها كده طب ما تستلمها كده طب ده ما انت اللي هتستلم بقى يبقى خدها انت بقى كده بقى ما هو يا حبيبي انتوا سيكشن فضيحه انا لما قلت لكم كاد راحت ناس قالت للسيكشن الثانيه ان احنا عايزينها ايه كاد انا عايزها كاد فالسيكشن الثانيه قال له باشمهندس عماد يا باشمهندس اشمعنى احنا عايزينها اسمها احنا اللي مانوال فقام جاي عماد مكلمني قال لي انت طلبتها كاد فقلت له اه قال لي لا اطلبها مانوال ثاني من الناس عشان الناس كلها تبقى شغل واحد فالناس كلها مانوال يا باشا ومين اللي لحق يروح يقول هو حد لحق يشتغل في المشروع اصلا نعرف بقى مين اللي قال يا عم هتلاقي اللي هناك يا باشا بيوقعوا في الكلام يا باشا عشان خاطر كله بقى زي بعضه وما علينا يعني الشغل مطلوب مانوال برضه هتقعد تقول لي مانوال يا عم هعمل ايه ما تستلم انت كده يا باشمهندس الشغل المانوال رخم وانت عارف واحنا ما قعدناش صغيرين هحاول اكلم عماد لو اقتنع ما اقتنعش خلاص يا عم احنا على المانوال قول له في ناس اشتغلت يا باشمهندس هو يعني خلاص يا عم والله هصنعه ما تقلقش حبيبي اللي كان بيسجل يا جدعان احترم نفسك بقى سيد بقى مين اللي كان بيسجل بس يقفل الريكورد انا ايوه طب اقفل يلا